اهلا بكم يا جماعه، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا تسمعوا فيا. كيما قاعدين تراو السيونس باش فيها دوز اكزرسيس، اكزرسيس على لي شوا دي كونتيتي ا فابريكي واكزرسيس على لي زيكار. دونك باش نبداو. بكير وي وي سير تبعت لنا دوفوار سانتيز نختمو نبعثه لك. قدرة ربي، هذاك البرنامج اما عطلت شويه بحكم اني مانيش هكا مقلق شويه، دونك في بالي ديجا حضرته جيست باش نبعثه لكم، معناها باش نحط ريجل ونبعثه لكم ان شاء الله. هاي هات ماشي، نبدأ. هاي بسيت انا دونك تبعت لنا مناخ خاطر نهار تلات نعت في بالي مو على خاطرك انت التبديله هذه لا اي عايزكم حتى في ناخد بالي. بيها حوالي. هاي سيدي هات نبدأ. دونك الاكزرسيس هذا يا جماعه انسبيري من باك 2020، بدلت فيه حويجه صغيره، هي جات في باك 2020 اما ما نتصورش تعاود تجي مره اخرى خاطرها فيها انديكاتور بتاع جيستيون احنا ما نقراوش، اللي هو مار سيركو فاريابل باغ اور ماشين. دونك انا بدلته لهنا الانديكاتور هذا بالباغ دو مارشي اللي الكل نعرفوه. طيب هات نبداو. قال لي لا دوموند دي دو برودوي بي 1 اي بي 2 اي ترو امبورطونت سور لو مارشي بور لاني ان. دونك عندنا طلب كبير تاع دو برودوي سور لو مارشي لاني ان في العام ان. دونك البيريود نتاعنا هي اون اني. لونتربريز رامشتاين نو بو با ساتيسفير toutes les commandes de ses clients sous la contrainte de production de ces deux ateliers. Le choix des quantités à fabriquer, qui n'a les contraintes, l'aqabet. Nous avons des contraintes d'ordre technique. Nous avons des machines, nous avons des foutes à des moyens de la saat. Nous avons des matières premières, nous avons des quantités كبيرة بما أن الماتير بروميير توفى. مثلا في الكوشة ساعات نمشي للكوشة بكري نلقاوها محلوله اما الخبز وفات. علاش الخبز وفات؟ قلت خاطر الفارينه وفات لي. هذوما يسميو لي كونترين تكنيك. ثم دي كونترين اخرين دوردر كوميرسيال. اش معناها دوردر كوميرسيال؟ معناها انا نجم نصنع مثلا 1000 اما السوق ما يقبل والا ما يطلب كان 700. ما فهمش علاش نصنع 1000 وانا ما نجم نبيع كان 700، دونك نصنع 700 اللي انا قادر اني نبيعهم، وهذوما نسميهم لي كونترين كوميرسيال. ثم بيان سور دوطخ كونترانت، مثلا لي كونترانت لوجيك. احنا كي نعملوا ريزوليسيون دو سيستيم في المات ينجم تكون الاكس والاي كي نعملوا ريزوليسيون دو سيستيم تكون نيجاتيف. احنا بما اننا نحكيو على اون كونتيتي فابريكي ما تنجمش تكون نيجاتيف، دونك يا تكون صفر يا 1000 يا 100 يا 50، دونك ديما تكون بوزيتيف هالكونتيتي هذه. لهنا قال لك pour optimiser son activité, pour optimiser كلمه اوبتيمال حكينا فيها كان مداخيل كان ريزولتا كان شيفر دافير دونك سي لو ماكسيموم وكان كو مصاريف نحكيو على المينيموم سي بور اوبتيميزي. بور اوبتيميزي سون اكتيفيتي لونتربريز رامشتاين اي تامني ا ايلابوري ان بروغرام دو برودكسيون. قال لك ايل فا شوازير لي كونتيتي ا فابريكي سولون شنو؟ سولون دو كريتير اللي هما لا مارج سور كو فاريابل بار برودوي، لا مارج سور كو فاريابل والا سولون لا بار دو مارشي. وقت نقولوا لا مارج سور كو فاريابل باش نحكيو كاين على الرونتابيليتي دو برودوي، خاطر لا مارج سور كو فاريابل اي ان كريتير دو رونتابيليتي وتنشوفوا من بعد. والا سولون لا بار دو مارشي، لا بار دو مارشي معناها قداش البرودوي هذايا مطلوب في السوق. قال لي من بعد فان داسيوري لا رونتابيليتي جلوبال ماكسيمال، لا رونتابيليتي جلوبال نتاع لي دو برودوي بي 1 اي بي 2 ماكسيمال دو لاكتيفيتي دو لونتربريز، ايل فو فورني Elle vous informe, Symphony, que le coût fixe total annuel est les deux 972 000 dinars. Là, le coût fixe, c'est je il m'a dit, elle nous un seul produit ou elle a les deux produits? Hein? Les deux produits. Eh bien, donc, il y a une charge fixe commune, mouchtarak, mais bien les deux produits. Mais dis-je, je dois faire devoir. كي تجي مثلا الريزولتا نتاع البي 1 تقول اسمع تو ناخذ المارس الكو فاريابل نتاع البي 1 وناخذ الشطر نتاع الكو فيكس هذا نعمل 972 ونقسم على 2. رد بالك ما عندناش حتى طريقه باش نقسموا بها لي كو فيكس، هذاك علاش باش نحسبوها على اساس انها مارس سور كو فاريابل كومون ولا سامحوني كو فيكس كومان ما بين لي دو برودوي وتشوفوا من بعد في الانكس 1 كيفاش مدها لنا. اي فو فورني لي دوني ريلاتيف اوز اتوليي aux ateliers ou aux produits dans l'annexe A. شنو هو l'annexe A اللي مدونا؟ أعطانا فيه برشا معلومات. عندنا atelier coupe، قال لنا le produit P1 lorsqu'il passe par l'atelier coupe يقعد 48 دقيقة، ولorsqu'il passe par l'atelier montage et finition يقعد ساعة و12 دقيقة.
وبالنسبة للبرودوي بي 2 يقعد ساعة و36 دقيقة دون لاتولي كوب، ويقعد 54 دقيقة دون لاتولي مونتاج فينيسيون. وعطانا لهنا كاباسيتي انويل، مش قلنا من بكري بور لاني ان، ولهنا قال لي كاباسيتي انويل. عندي شي مشكلة لنا؟ لا ما عنديش مشكلة. وقتاش تولي تكون عندي مشكلة؟ كان يجيني لهنا يعطيني كاباسيتي مونسويل باغ اكزومبل، وقتها يلزمني نضرب فوا 12 والا نضرب فوا لو نومبر دو موا داكتيفيتي باش نجم نحكي على الكاباسيتي نتاع البيريود نتاعي اللي هي الاون اني. اتفقنا معايا يا جماعه؟ تري بيان. اه وين السير كيقول لي مثلا هذيك الكاباسيتي مونسويل ماكسيمال، ومن بعد يقول لي اعطيني لي كونترانت تاع لي زاتوليي معناها، ويقول لي اما انويلمون دونك نضرب الكاباسيتي ماكسيمال اكاهاو معناها فوا 12 ديزون. فهمتوا سؤالها؟ قلت لكم لنفترض انا لا محاله نور كان سمعتني قلت نظر في الدوز ومن بعد قلت لك نظر في النومبر دو مواد اكتيفيتي. باه شوش قلت لكم نور؟ قلت لكم فرضا هذه انويل جات مونسويل، معناها في الشهر نقعد 115 ساعه 115200 ساعه، وهو يقول لي اعطيني لي كونترانت نتاع عام كامل، هل انه نضرب ال 115 و200 في 12 ولا في شنو؟ شكون يجاوب؟ مسير بابا مش ديما نضربوا في دوز، احنا قد نستخدم خاطر ساعات يبدا عندها شهر دو كونجي. سمعت نور اش قال؟ هذوكم الكاباسيتي ماكسيمال لورسكو لونتربريز فونكسيون، اذا شركه ما تخدمش دونك ماهيش باش تخدم. وهذاك علاش نقول لكم ديما وقت يبدا عندكم اكزرسيس من النوع هذايا اكيد باش يقول لك راهو العام فيه 12 شهر، الشهر فيه مش ديما راهو فيه 30 يوم، تنجم تكون فما دي جور فيري في الشهر اللي انت تخدم عليه، يقول لك راهو الشهر فيه 25 يوم ولا 28 يوم. دونك انت لهنا نور باش تضرب في النومبر دو موا داكتيفيتي اللي عاده مش يعطيونا في الاكزرسيس، ماكش تضرب فوا 12 ديريكتومون الا ما تكون متاكده انه الشركه تخدم 12 شهر في العام. عكس الكو فيكس، انت توا مشكلتك بوتيتر مع لي شارج فيكس. في لي شارج فيكس انديبوندامون من نومبر دو موا داكتيفيتي دو لونتربريز، خاطر الشارج فيكس شنو قلنا؟ كيلكو سوا لا كونتيتي كيلكو سوا لو نيفو داكتيفيتي ديما موجود، مو هكا ولا؟ كان جا الكو فيكس اضرب في 12 طول. واضح. اتفقنا؟ باهي. ده اش قال لنا تو؟ قال لنا كوموند موين دو لاني ان، كوموند موين دو لاني ان. كلمه موين ديما يقولوها على خاطر شهر يكون اكثر شويه شهر اقل شويه، عملنا المعدل. قال لك طالبين 65000 قطعه بي ان، وطالبين باهي فوزي نقص شويه من الحس باهي، وحاطين 40000 يونيتي دو بي ان بي 2. شو معناها كوموند موين الاولاد؟ شو قصد بها كوموند موين؟ هل انه الكونتيتي برودويت؟ لا الكوموند مالا شنو هو الكوموند موين وفران؟ عاود لي؟ ما سمعتكش يا وفران. كونتيتي كوموندي. سي لا كونتيتي كوموندي، معناها السوق شنو هي الطالب؟ اتفقنا يا الاولاد؟ اي. باهي، والشركه كي يطلبوها في 65 و40 هل انه متاكده انها قادره انها تصنعها ال 65000 و40000؟ لا لا ما نعرفوش. اي باش نتاكدوا ان نجموا نصنعوها ولا لا؟ بالكاباسيتي. عندنا حلي، يا اما بالكالكول نرجع لك لي كونترانت اللي قلت عليهم نور من بكري، ونعوض البي ان والبي 2 بال 65000 وال 40000، ونشوف هل انهم اقل او يساوي 15200 بور لا تولي كوب و 118 و 800 بور لا تولي مونتاج فينيسيون والا لا. اتفقنا لهنا؟ والطريقة الثانية، الطريقة الثانية بالجرافيك. باش نعملوا الجرافيك نتاعنا، إذا هو بتنسيور طلب منا الجرافيك، ونشوفوا هل أنه هالكومبينيزون هذه 65000 و40000 موجودة دون لا زون داكسبتابيليتي اللي نسميوها زون دو سوليسيون بوسيبل والا لا. اتفقنا لهنا؟ وباش نحاولوا نخدموهم أبار ليكزيرسيس، باش نحاولوا نخدموها وحدها. اش أعطاني آخر؟ أعطاني بري دو فونت يونيتير. قال لي كل كعبه بي 1 نبيعها ب 50 دينار وكل كعبه بي 2 نبيعها ب 100 دينار، واعطاني لو كو فاريابل يونيتير. لي شارج فاريابل بار يونيتي برودويت بي 1 30 دينار و بار يونيتي برودويت بي 2 55 دينار. وبالنسبه للبار دو مارشي لو برودوي بي 1 35%، معناها انا نملك 35% من قدره السوق على امتصاص هالبرودوي بي ان. على كل 100 كعبه بي ان تتباع في السوق انا نبيع في 35، معناها البرودوي بتاعي مطلوب
على كل 135، وبالنسبة للبرودوي بي 2 على كل 100 قطعة تتباع في السوق يطلبوا فيه 30 كعبة من عندي أنا. بالنسبة للبار دو مارشي دو بي 1 إلي ميور كو بي 2. الأسئلة لهنا قال لي كالكولي لا مارك سور كو فاريابل يونيتير بار برودوي. يظهر لي سؤال ما في حد شيء باش نحسبوا لا مارك سور كو فاريابل دو بي 1 اي دو بي 2. ومن بعد قال لي كو كونستاتيفو ماذا تلاحظوا. السؤال الثاني اش قال؟ Calculer pour chaque atelier le nombre d'heures utilisées. Ou les nez à l'aulet, ou les coûts utilisés, elle a la capacité? Non, non. Utiliser, c'est la capacité de sa'at qui l'aise pour t'asna. Ou la capacité, c'est la capacité de t'asna. Sa'at, le mire, il y a 17 ou 18 dans le devoir. وما يكتبلوش احسن البروف، يقول له قادر على ما هو احسن. اش معناها؟ معناها هو قادر يجيب اكثر اما جاب كان 17. دونك لهناك يقول لي اتيليزي، حاب يقول لك هال 65000 بي 1 وال 40000 بي 2 قداش يلزمنا من ساعه باش نخدموهم. وباش تقول هل انه يفوتوا ال 115 و200 وال 118 و800 والا لا؟ اتفقنا يا الاولاد؟ نبداو بالزوز اسئله هذوما؟ نبدا. ايش قالن؟ ما تشتركوا فاريابل انتير. بيان. لهنا نجم نعملها سو فورم دان تابلو، نجم نعملها سو فورم معناها مش بالضروره مارك سور كو فاريابل دو بي 1 ونحسب مارك سور كو فاريابل بي 2. دونك مارك سور كو فاريابل اونيتير دو بي 1 ولهنا دو بي 2. انا مانيش مطالب نحط الفورمول شيفري الفورمول تيوريك ولا شنو، لكن باش نكتبها لكم لهنا اون بلو سي لو بري دو فونت اونيتير موان لو كو فاريابل اونيتير. تري بيان. هات نحسبوها ايجال كواتر 50 الى 30. très bien 50 الى 30 ça nous donne combien 20 دينار. وبالنسبه للبي 2 100 الى 55 ça va nous donner combien 45 45 دينار. que constatez-vous اش تلاحظ؟ marge sur coût variable نتاع البي 2 supérieure à marge sur coût variable نتاع البي 1. très bien فماشي هكا قرص القدام باش تحسسني اني فاهم بالقدا شنو علاش الباي يخسر. هل انه هذا بتتحسوه سؤال جا في الباكره تحسوا سؤال صعيب هذا؟ لا. طيب سؤال هذا؟ لا. هذا سؤال راهو يبسس الحاجه اخرى. قال لي لهنا 20 اقل من 45 اللي قالت نور خارق العاده. انا جو كونستات كو لا مارك سور كو فاريابل دو اونيتير دو بي 2 الي ميور كو لا مارك سور كو فاريابل دو بي 1 اونيتير دو بي 1. اي فماشي حويجه نجم نقولها، ايش نستنتج انا من هذا؟ انت غدوه كي خيروك تصنع البي 1 والبي 2 شنو تصنع؟ بي 2 اون بروميليو. تري بيان، خاطر نعرف وقت اللي قرينا الكو بارسيال اش قلنا؟ قلنا راهو لا مارك سور كو فاريابل ايت ان كريتير دو رونتابيليتي. ساشون كو ما تنساوش لهنا عندنا اون شارج فيكس كومون. معايا يا جماعه؟ دونك اللي عنده اكبر مارك سور كو فاريابل هذاك اللي نجم يغطي اكثر ما يمكن من اللي شارج فيكس. دونك لهنا باش نقول انه لا مارك سور كو فاريابل اونيتير دو بي 2 اكبر اي بلوز امبورطونت كو لا مارك سور كو فاريابل اونيتير دو بي 1. بلغه اخرى اش معناها؟ معناها بي 2 اي بلو رونت. صحيح راهو صحيح اللي قال اخسر الحمزه صحيح راهو اللي تقول فيه، اما خليني نستعمل الكلمه اللي انا نستنى فيها اللي بلو رونتابل هو احسن مردوديه. اعطيت ليكزومبل كان تذكروا في الـ في الـ في البحر وقت اللي تمشي مثلا جوع باش تشري حاجه باش تاكلها تلقى ريستورون يبيع كاسكروتات ولا يبيع اصحنه؟ الكاسكروتات ارخص من الاصحنه هكا ولا؟ كي تقول له اعطيني كاسكروت يفد الريستورون، ماذا بيه تاخذ صحن؟ علاش؟ خاطر اسهل في تقديمه بالمغرفه يحط شويه هريسه شويه درشته ويمد لك وسومه غالي، خير من يقعد يخوف في الخبز ويقص في الخبز ويعاود يعمر في الكاسكروت. دونك باش تلقى روحي اسرع اني نبيع صحن وفي نفس الوقت نربح اكثر خاطر نبيعه اغلى الصحن. دونك باش نقول بي 2 اي بلو رونتابل كو بي 1 اي بلو رونتابل. معايا يا جماعه؟ كو بي 1 تري بيان. هكا هو يز فيها البرك. نجي للسؤال الثاني تو. اش قال السؤال الثاني؟ السؤال الثاني كنا قبل الدفوار هذايا قبل باك 2020 كان اش يعطيكم؟ يقول لكم قل لي اسكو الشركة قادرة انها تلبي الطلبية ولا لا؟ يقول لونتربريز غوسوا اون كوموند كذا وكذا، وقل لي وخدمتوها برشا في التخوازيام هنا، اسكو لونتربريز اي كابابل دو ساتيسفير سات كوموند؟ اش تعملوا انتم وقتها؟
مش نحطوا لي كونترانت نتاعنا احنا اللي هما شنو لي كونترانت نتاعنا؟ مش 48 دقيقة معايا الوليد و 48 دقيقة باه 48 دقيقة قداش يجيونا بالساعة؟ 08 دونك كيفاش عملت باش تلقاها 08؟ 48 سور 60 سي بون معناها فمش قلق لهنا دونك 08 في بي ان بلوس عندنا ساعة و 12 دقيقة 1,6 12 سور 60 ونقرا في السونس نقرا في السونس نتاع صحيت مش قلت لكم ديما اقراو في السونس نتاع لي زاتوليي دونك باش نجي نشوف لاتولي كوب احنا تو في لاتولي كوب تصنع البي ان والبي دو البي ان نقعدوا 48 دقيقه اللي قلنا 08 والبي دو قداش تقعد ساعه و36 دقيقه نقراو ديما في الليسونس نتاع لي زاتولي فما مره قلت لكم ردوا بالكم راهو ساعات يكتب لي البي ان لهنا والبي دو لهنا ولا تولي كوب منا ولا تولي مونتاج وقتها تقرا في السونس نتاع لي زاتولي في الاوريزونتال سمعتوا يا الاولاد اي باه بلس واحد باه اخسر هي واحد هي واحد باش نعمل 36 على 60 باش تجيني 06 واحد مع 06 باش يعطيني 1,6 بي 2 مش نورمالمون نعملو انفيريور و ايغال 115200 باش هكا مثلا نعملو احنا تري بيان اللي عملته هذا شي يتسمى يتسماو لي كونترانت دو لاتولي كوب هل اني مطالب نعمل لي كونترانت دو لاتولي كوب كي انا قال لي طلع لي الكونتيتي اوبتيمال ما قال ليش طلع لي الكونتيتي اوبتيمال اي كان جوج تختار الكونتيتي اوبتيمال صحيت ما انا شنو مطلوب مني قال لي كي تبدا البي باب وي اوكي مش الكونترانت الكونترانت مش نطلعها حتى كان مطلبهاش مني لا هذيك كي يقول لك اعطيني لي كونتيتي اوبتيمال يلزمك تحط لي كونترانت انا قاعد نذكر فيك بالكوري يا حمزه فهمت كونترانت تحطهم وقت اللي تبدا باش تعمل ريزوليسيون دو سيستيم باش نخرجوا من ليغاليتي من ليكواسيون تمشيو ليكواسيون ليغاليتي اما لنا شو سؤال واش قال لي قال لي كالكولي احسب بور شاك اتوليي للاولى وللثانيه احنا تو باش نبداو بالاتولي كوب شنو يعني نحسب لو نومبر دور اوتيليزي دونك شنو اللي نعمل الاولاد نعاود 08 نخليها 08 فوا اي بي ان صحيت البي ان هي الكونتيتي كوموندي دو بي ان اللي هي 65 اي بيان مع 1,6 فوا قداش الكونتيتي كوموندي 40,000 40,000 شوفوا الاولاد اسكو باش نعمل انفيريور ايغال 115 ولا ايغال 115 لا لا كي نمشي نحسبهم هذوما ما نعرفش حسبتوهم انتوما ولا لا باش نلقاهم 116000 اش معناها 116000 ساعه سوبيريور مثل ماكسيمال لا اكبر من الكاباسيتي ماكسيمال وكي تبدا اكبر من الكاباسيتي ماكسيمال هل انه شركه تنجم تلبي احتياجات السوق لا باهي اسكو انا مطالب في الاصل اذا في الاسئله اقدم اسمعوني يا الاولاد في الموديل القديم نتاع لي زيكزيرسيس وقت اللي يقول لي شوف لي اسكو الشركه بو ساتيسفير ولا لا بعد ما عملت لهنا ولقيت انه لا تولي كوب ما تنجمش تصنع ال 65000 ولا 40000 هل انه بالضروره نمشي نشوف لا تولي مونتاج لا مانيش مجبور يكفي واحد من لي دو زاتولي ما ينجمش باش نقول راني ما نجمش سمعتوني يا الاولاد لهنا ما قاليش شوف اسكو اون بو ساتيسفير ولا لا كان قال لي اسكو اون بو ساتيسفير يكفي نقول له بوي هكا نجاوبو بويسكو لو نومبر دور اوتيليزي ديباس لا كاباسيتي ماكسيمال دو لا تولي كوب لونتربريز نو بو با ساتيسفير سيت كوموند خاطر لازم لي نصنع في الكوب وفي المونتاج معايا بلا باش نسالك توا كي يبدا مش ماهوش يعني اتولي كوب كيف ما احنا لقينا سونسيز بين الاتولي الثانيه تكون يعني اقل من 115 200 حمزه هوي اصبر شويه توا يجيك الجواب وحدك وحدك فهمت خويا ها نمشيو للاتولي الثانيه او جوابك باش تلقاه في الاتولي الثانيه في الاتولي الثانيه اللي هي الاتولي مونتاج في المونتاج الاولاد هذه الكوب وهذه المونتاج اعطيوني الاولاد مش نورمال نو مو عندنا واحد ساعه و12 دقيقه 12 على 60 لقيتوها 0.2 دونك 1,2 بي 1
بلوس اي 54 09 09 ما مفهوم الان باهي. بربي ثم سؤال انا ما كنتش نساله بكري ونسيت يا اخي، علاش ما خدمناش بالدقائق؟ علاش نبدلوا فيهم السوايع؟ مش على قلت لكم خاطر انا؟ الكاباسيتي ما لا 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 رد بالك فرق لهنا راهو ما قالكش احسب لي الكاباسيتي ماكسيمال باش تقول لي خاطر الكونت الكاباسيتي ماكسيمال مالي بالسوايع. اي راح مره غادي نمبر 2 صحيح قالك اعطيني لو نومبر دو، اعطيني عدد الساعات. شفتوها؟ اي تري بيان. باهي بي 2 بي 2 بي 2 نورمالمون نعمل انفيريور ويغال 118800 معايا يا اولاد؟ مانيش مطالب نعملها انا، جوست قاعد نذكر فيكم باللي كونترانت. اي هات نمشي ونخدموا توا 1,2 فوا بي 1 65,000 الحمد لله. ها plus 0,9 fois 40 000 بلوس 09 فوا 48 40 40,000 عاد 40,000 اي قداش تجينا؟ 114 000 اي يا سي حمزه قداش هذا؟ 114 000 مسير اش شبيهم ال 114؟ انفيريور الكاباسيتي انفيريور قداش؟ ال 115 200 حمزه احنا فانا اتولي خويا في ال 118 118. اكسلون تري بيان سي بون هكا ارتاح روحك 118 800 سي بون وي جاك الجواب توا؟ اي جيم سي مالا لهنا يا جماعه لهنا اش تلاحظ؟ خاطر من بعد يقول لك كونستاتيفو اش تلاحظ؟ عندي لاتولي الاولانيه فيها مشكله ولاتولي الثانيه فيها مشكله ولا ما فيهاش؟ هو كان نخسر تحت ساقيه ما فيهاش مشكله على خاطر نجم نصنع اللي نحب عليه، اما باللوجيك هل انه وضعيتي باهيه في لاتولي الثانيه؟ لا لازم عندي سوزون بلوا تري بيان انا في السوزون بلوا معناها قاعد كركب قاعد عندي كميه نتاع وقت عندي نومبر دور ان اكسبلوتي ماهيش اكسبلوتي ماهيش مستغله. اتفقنا يا الاولاد؟ واضح يا جماعه؟ واضح باهي اي اسمعوني مليح اسمعوني مليح باش نرجع لك السؤال الكلاسيكي اسكو لونتربريز بو ساتيسفير لا كوموند؟ وانت ديما ما في دوفوارك ديما في دوفوارك ما عندكش الزهر باش يعطيك لاتولي الاولى اللي باش تخدم عليها هي مونتاج باش تحسب هذه وتلقاها 114 اقل من 118. اسكو باش نقول له وي لونتربريز بو ساتيسفير؟ لا لازم نشوف صحيح مالا يا الاولاد كان لاتولي الاولى تنجم يلزمني نثبت في الثانيه، وكان لاتولي الاولى ما تنجمش نقف غادي ونقول جو بابا. اتفقنا؟ تري بيان تري بيان. اي مالا شنو هي الكونستاتاسيون اللي باش نقولوها لهنا؟ كيس كون كونستات؟ لا تولي كوف فاتت الكباسيتي ايوا ايوا لا تولي مونتاج سوزون بلوا. تري بيان. شوفوا الاولاد ثم ثلاثه والحقيقه راهو عندهم الحق، ديما التلميذ عاده يمشي للمشكله يقول لي لاحظ انه في لاتولي كوب اون ديباسي لا كاباسيتي ماكسيمال ويقف. هو صحيح راه، لكن مالوغوزمون كي يجيو النوتيو عندنا دو كونستاتيون هنا اللي قالتهم بالضبط غفره. قالت لك راهو عندي اون ديباس لا كاباسيتي ماكسيمال بور لاتولي كوب، وعندنا اون سيتياسيون دو سوز امبلوا بالنسبه للاتولي مونتاج. قولهم الزوز يا الاولاد كل واحده راهي عليها نوت. واضح؟ دونك شو نقولوا لا كونتيتي كوموندي كوموندي شبيهم ديباس لا كاباسيتي ماكسيمال دو كيل اتوليي كوب دو كيل اتوليي دو لاتوليي كوب. تري بيان. علاش 116,000 ساعة قلناها رانا من بكري أكبر من 115 و200، وبالنسبة للاتولي مونتاج شو نقولوا في الاتولي مونتاج؟ قولوا لي سوز امبلوا بالضبط. دونك اوني اون سوز امبلوا الاتولي مونتاج اي اون سوز امبلوا اون سوز امبلوا. علاش الى اون سوز امبلوا؟ خاطر 114,000 ساعة اقل من 118 و800 اللي هي ديسبونيبل. اتفقنا يا الاولاد؟ هذه مش قلنا في دوفوارات الباك عادة بعد ما تخدم خدمة بيعطيك كيفاش تصلح روحك والا باش تفيق بروحك ماشي في الثنية الصحيحة ولا في الغلطة؟ شوش قال لنا في الكيزيسيون 3؟
Allez, en prenant appui sur la marque sur coût variable unitaire par produit. باش يرجعك للكيستيون الاولاني. في الكيستيون الاولاني شكون تقول اللي عنده احسن مارج سور كو فالاب بي 1 ولا بي 2؟ بالضبط. قال لك اذا باش تاخذوا كمعيار لا مارج سور كو فاريابل يونيتير بار برودوي. قال لك كيلي لو برودوي افابريكي اون بروميي ليو. اش معناها افابريكي اون بروميي ليو الاولاني؟ شنو الأول؟ كاين لهنا اون فا اكوردي لا بريوريتي للبرودوي اللي عنده اكبر مارج سور كو فاريابل او كقال لي فافوريزي لا برودكسيون او ادوني لا بريوريتي. سمعتوني يا الاولاد؟ اي باه هاي اسمعوا مليح. احنا مش قلنا عندنا مشكله ما نجموش نصنعوا الكميه هذيك؟ او كالكيستيون او كالكيستيون 3 اقر بذلك بما انه انت غير قادر انك تصنع الزوز كميات. قال لك باش تسقد برودوي على برودوي، باش تسبق برودوي على برودوي. شو نقول لكم عادة أنا الأولاد ليامتها اللي فاتوا شتيت صب برشا ماطرة. صوروني أنا وعندي ولدي عمره 10 سنين قاعدين نمشي ونتمشى ونعملوا في فوتيك وشدتنا الشتاء معايا ناس كل نجموش نكملوا في الشتاء باش نوقفوا كان التاكسي الجماعي هذاك النقل. احنا وقفناه وقال لي ما فما كان بلاصه واحده ما نجمش نهزكم الزوز. حسب رايكم شكون يطلع؟ ولا نقعدوا زوز نمشيو يا بلاصه يا زوز بلايص يا ليه؟ بالمنطق نورمال هو سبق من المنطق معناه باش نسبقه هو نخليه هو يطلع وانا نمشي وحدي نخلط وحدي ولا نستنى نقل اخر ولا اللي هو اتفقنا؟ باه باش نعطيكم وضعيه ثانيه الاولاد. ديما انا ولدي وديما شتيت صب. تخيلوا كان انا وياه في كرهبه تو والعجله تنقبت ولا ليسونس وفاء وقفنا النقل في بالي باش نوصلوا هو للدار ولا نمشي نعبي ليسونس. النقل قال لي بلاصه واحده فما زعما نطلعوا هو يعبي ليسونس ولا نطلع انا نعبي ليسونس. ريتو كيفاش تبدلت السيتياسيون تبدلت لا بريوريتي نتاعي. ومش قلنا احنا عندنا دو كريتير باش نخدموا بهم عندنا سولون لا مارك سور كو فاريابل وسولون لا بار دو مارشي. دونك قال لي كانك باش تخدم على المارك سور كو فاريابل انا هو لو برودوي اللي باش تسجلو اللي باش تبدا به. وفي الكاتريام كيستيون اذا باش تتبع البار دو مارشي انا هو لو برودوي اللي باش تبدا به. راهو السؤال الثالث والرابع هو نفس السؤال جوست لا بريوريتي تبدلت. اتفقنا يا الاولاد؟ ما لا كيسكو جو في فير لهنا. قال لي كيل لو برودوي ا فابريكي اون بروميي ليو. كيفاش تجاوبوه لهنا؟ نقولوا سولون ايوا نقولوا سولون لو كريتير دو مارج سور كو فاريابل يونيتير لو برودوي بي 2 ايت ا فابريكي اون بروميي ليو كار سولون. استنيني بالله استنيني استنيني خلي انت مل عليا وانا نكتب باش نربحوا الوقت. باه خليني نفسر خاطر سولون كتبتها حوله. هاي سولون لا مارج سور كو فاريابل ام سي في او ان Le P2 hein? est à fabriquer en premier lieu. Et à fabriquer, très bien, en premier lieu. Allez, je suis là. Car 45 supérieur à 1. Car il admet la MCV la plus élevée. La plus élevée, très bien. بالطبيعه اللي قلته صحيح راه تنجم تقول خاطر 45 اكبر من 20 تري بيان. ايش قال تو؟ احنا جاوبنا تو جاوبنا على السؤال الاول. Justifiez votre réponse et précisez. Redou belkom et précisez. احنا تو جاوبنا على زوز. قلنا P2 هو اللي باش نبداو به. اها هو. وقلنا على خاطر عنده لا ام سي في لا بلوز ايلفي. تو اش قال لك؟ قال لك ان هي الكونتيتي كوريسبوندونت. 40000. قداش الكونتيتي؟ 40000. بشكون؟ 40000. علاش 40000؟ علاش 40000؟ خاطر هذيك المطلوبه صحيت السوق طالب 40000 دونك نصنع لكم ال 40000 الكل. سافا؟ اي السؤال بوتي بي اش قال في البوتي بي؟ قال لك مالا ديتيرميني لا كونتيتي دو دوزيام برودوي اون اكسبلواتون لا كاباسيتي ماكسيمال انويل. بلغه اخرى اش معناها الاولاد؟ انا مش عندي 115200 ساعه باش نصنع بها البي 1 والبي 2. قلت لي مستحيل تصنعوا البي 1 والبي 2 مع بعضهم. اما شنو هي الحل؟ باش نسبق برودوي على برودوي.
اي باش مظبوط. نصنعوا البي 2، باش نصنعوا البي 2 الكل، ال 40000 الكل. وكان فضل لنا شويه وقت شو نعمل به؟ باش نعطيه للبي ار نصنع كيما يعملوا لنا وقت اللي يجيو ضياف. كي يجيونا ضياف ما يحطوا كالجاتوات وكما لذ وطاب. انت تجي باش تمد يقول لك لا خلي الضياف قبل. بعد ما تزازاو الضياف شو يقولوا لكم انتوما؟ تنجم تكلم اللي تبقى كله، كانت تبقات لك حويجه صح عليك، ما تبقات لكش على غال. هذا اللي باش يصير لهنا. دونك كيفاش الحل لهنا باش نعملوه الاولاد؟ كيفاش نعمل؟ زيرو نعوض الكونتيتي. اي فوالا. ايوه اي شنو نعمل؟ باش نعوض الكونتيتي اه انا كونتيتي تاع شنو؟ نزيد 40. اه وين؟ فانا واحده، فانا كونتخان، تعالى انا اتولي. في الاتولي كوب. مش قلنا من بكري عندنا مشكله في الكوب لاولاد؟ اي اوكي حطها لك كوب لهنا كاينه دعم كلامك، كاينه قال لك راهو اللي قلته من بكري راهو صحيح، راهو مشكلتنا في الكوب، خاطر في الكوب قلنا دي باسي لا كاباسيتي ماكسيمال. دونك شنو نعملوا الاولاد؟ باش نقولوا عندنا زيرو ويت و بي ان، خاطر ما نعرفوش قداش بي ان باش نصنعوا، مع 1.6 فوا نعرفوا 40000 احنا هكا ولا؟ قداش يلزمهم يكونوا هذوما؟ 15200. الاولاد علاش ما عملتش انفيريور ويقال؟ علاش عملت ايكال؟ علاش عملت ايكال؟ علاش ما... مش نورمالمون نعملوا انفيريور ويقال؟ علاش عملت ايكال؟ ايوه ايوه علاش عملت ايكال؟ مش الكونتيتي اوبتيمال معناها. الاولاد انا راني صبب مع اللي دين، راني جاوب على السؤال اش قال هنا اون اكسبلواتون معناتو يا الاولاد. اي وكي تنجم الشركه مثلا عندها ماكينات ديفيكتيوز تصغل كان 80% من طاقتها، باش نخدم ب 80% من الطاقه؟ انا لهنا بدلت ايجاليتي، خاطر علاش نعملوا انفيريور ويجار؟ اش قلنا احنا؟ انا الدوفوار اللي باش نعديه دو سانتيز فيه 3 سوايع ونص، ولا انا غلط؟ اللي يكمل في 3 سوايع ويخرج نقول له لا ما عندكش الحق تخرج؟ لا. واللي يكمل في ساعتين ويخرج نقول له لا ما عندكش الحق تخرج؟ لا. وثلاثة سوايع ونص حقه، اما ما عندكش الحق تفوت الثلاثة سوايع ونص، هذاك علاش نعملوا انفيريور اقل من 3 سوايع اي تساوي الثلاثة سوايع ونص بالطبيعه اي، اما اكبر لا اكبر مستحيل. هو لهنا قال لك راك باش تستغل وقتك كامل. وقتي الكامل قداش هو؟ 115 و200. اش معناها؟ اش معناها يا الاولاد؟ ما هو هذوما نحسبهم ولا لا؟ اه هذوما نحسبهم ومن بعد نهزهم غادي. شو تولي؟ 115 و 08 بي 1 تساوي 115 و200 الا 64000. 64000 مالا البي 1 تساوي شنو؟ 51 و200 على 0.2 51 و200 حسبتها ما ولا؟ اي سور 08 على 08 ايش باش تعطينا؟ 64000 يونيتي. مالا حسب الكون حسب المارس ريكوفريابل قداش لي كونتيتي اللي باش نصنعهم؟ 64000 و40000. تري بيان، دونك حسب المارس ريكوفريابل يونيتي باش نصنع 64000 يونيتي دو بي 1 و 40000 يونيتي دو بي 2. Est-ce que c'est clair؟ ها بيا توا ريتو الخدمه هذه باش نخدموا اختها اما في البار دو مارشي. شكون اللي عنده اكبر بار دو مارشي؟ بي ان. بي ان مي لا شو يصير لهنا؟ بي ان يفابريكي اون بروميير ليو. صحيت وقداش من كعبه افابريكي اون بروميير ليو؟ 65000. والوقت اللي قعد شو نصنعوا فيه؟ بي دو. خابيا خابيا وش نوليو؟ نوليو نفس ليكواسيون هذيا جوست نبدل البي 1 65000 والبي 2 انكونو ونهز ليكونو مع بعض ونولي انكونو ونلقى نفس الخدمه. سافا الاولاد؟ فوالا حنشوف. باش نوقف توا على الكيسيون 3، معناها باش نوقف في الكيسيون 3 باش نعمل حاجه. كان جا ليكزرسيس، كان جا ليكزرسيس ما قاليش معناها اش قال لي؟ قال لي اعطيني ديتيرميني لي كونتيتي كي سور لو بلان امبلوا. سمعنا باش خاطر غدوه ينجم في دوفوار يعطيك لي كونترانت يقول لك بريزونتي لي ولا ديتيرميني لي كونتيتي اسيغون لو بلان امبلوا. وقتها يا الاولاد ما حشو كان بالبارتي هذيك هاو. سمعتوني؟ اي باقي الكل ما يهمناش. اه يا سي حمزه يقول لك ديتيرميني لي كونتيتي اسيغون لو بلان امبلوا اول حاجه نعملوها شنو؟
نعمل السيستم هذاك. باش نعملوا السيستيم، دونك هذوما باش نحطوا لي كونترانت سو فورم دي ليكواسيون. واضح؟ دونك شنو نقولوا؟ 0.8 بي 1 بلس 1.6 بي 2 اصنع قد ما تحب بي 1 وقد ما تحب بي 2، اما ما تفوتليش 115 و200. اسكو نجم نخلط ال 115 و200 ولا لا؟ نجم نخلط لها. هذاك علاش هو ايكال؟ هذاك علاش هو ايكال؟ فهمتوا علاش انفيريور هو ايكال؟ والاخرى اش عطانا 1.2 بي 1 بلس 0.9 بي 2. اصنع قد ما تحب بي 1 وبي 2 لكن ما تفوتليش وتحب توصل 118 و800. سي بون يا اولاد. توا يا جماعه اسكو نجم نعمل ريزوليسيون دو سيستيم باللينيغاليتي هذايا؟ لا لازم نحاولوا الليغاليتي. علاش؟ على خاطر خلينا نتفقوا على حاجه. خاطر لازم صحيح صحيح. خلينا نتفقوا على حاجه، اذا انا نقرا في مات مانيش نقرا في جيستيون، نجم راني نعمل ريزوليسيون دو سيستيم بالشكل هذا راني، اما وقتها ماهيش تعطيك البي 1 قداش والبي 2 قداش، باش يعطيك دي انترفال، البي 1 اقل من كذا والبي 2 اكثر ولا تساوي ولا اقل من كذا. لكن احنا في الجيستيون تصور نمشي العرفي انا يقول لي قداش نصنع من بي 1، نقول اسمع اصنع 7000 ولا حتى 7800 باهي ولا حتى 8000 باهي، هل انه لوجيك هذا؟ لا اعطيني اون كونتيتي بيان ديتيرميني. ساشون كو توا قلتوا لي انتوما احنا شنو نحبوا نطلعوا؟ نحبوا نطلعوا لا كاباسيتي ماكسيمال، اون فو اوبتيميزي لاكتيفيتي دو لونتربريز. وهذاك علاش يا الاولاد ما نجيوش هكا ليكواسيون هذه نرجعوها ايكواسيون طول من غير ما نكتبوا هالجمله. شنو هي الجمله؟ بور اسيوري لو بلان امبلوا. معايا؟ والا نسيت هنا لو بلان امبلوا هذا، مش هو باش يقول لي ديتيرميني لا كونتيتي اوبتيمال؟ قول له بور ديتيرميني لي كونتيتي اوبتيمال، بور ديتيرميني les quantités optimales. ايش كي تحب تعمل لي كونتيتي اوبتيمال شنو لازم يصير؟ هل انيغاليتي تولي ايغاليتي؟ شنو ولي 0.8 بي 1 بلس 1.6 بي 2 تساوي 100. لهنا انا نقول لهم التلامذه عباره باش تسمع كلام بوك ولا امك يقول لك عايش ولدي خذ وقتك الكل بربي ما تخرجش قبل الوقت، كي تكمل بكري راجعه، معناها ديما استغل وقتك كامل باش ما تندمش وتقول يا ليتني زدت قعدت شويه فما كيسيون ما فقتش بيه. اتفقنا يا الاولاد؟ باش نحلوا السيستم هذايا قداش عندنا من طريقه؟ دو اللي هما باش نعمل اللينيا ا فوا لينيا دو ولينيا دو فوا لينيا ا. والا حمص حمص انت تعطيني في طريقه واحده توا، انا توا في المات ريزودغو السيستم غابي. عندي اربع طرق، ثلاثه منهم بالكالكول الجبريك وواحده جرافيك. اللي بالكالكول الالجبريك يا اما ليليميناسيون بار ليليميناسيون اللي انت قلت عليها يا حمزه، يا اما بار لا سوبستيتيوسيون. وسوبستيتيوسيون خدمتو فيها خدمتو بها وقت اللي عملتو لا بريستاسيون ريسيبروك في الكوبلي فك الريبارتيسيون دي شارج انديريكت. تتذكروا نعاودوا التي اون فونكسيون دو ا ولا ا فون، والا نخدموا بار لو ماتريس، نعملوا بالماتريس. واحنا الماتريس ما نخدموش يا مسؤول خويا ماتي. احنا رانا جيستيون كي قريتكم كي قريتو في الدوزيام انيش قلتو راهو لي ماتيماتيك هو اوتي دو جيستيون ولا لا؟ دونك اللي قريتو في المات فالابل في جيستيون. انا ما نقريها لكش، انا كبروف جيستيون ما نقريها لكش، اما انا متمكن منها الماتريس وفاهمها ونحسها اسهل، اخدم بها خويا عاد. فهمت باه. والا الريزوليسيون جرافيك باش نحاولوا نعملوا زوز جرافيك والجبريك. احنا باش احنا قريناكم احنا بروفيت جيستيون لهنا في البلان امبلوا قريناكم ليليميناسيون. اش معناها ليليميناسيون؟ باش نحاولوا نلقاو قاسم مشترك ما بين 0.8 وال 1.2 والا ما بين ال 1.6 و 0.9. معايا الاولاد؟ ايوه. وقت اللي قراو القواسم المشتركه انا نتذكر بروفي كي قراني وقتها قال لي 3 و 6. شنو هي القاسم المشترك ما بيناتهم؟ برشا فيكم مش يقولوا اثنين على فكره، لكن قال لي بروفي
القسم مشترك بين الثلاثة والستة ينجم يكون ستة. كيفاش؟ قال لي ستة تقعد في بلاصتها والثلاثة نضربوها في اثنين. تو ثلاثة في اثنين تولي ستة، وهذه ستة قد قد. وإلا الثلاثة خليها في بلاصتها والستة اقسمها على اثنين. تو تولي ثلاثة. معايا لهنا الأولاد ولا؟ أي. وإلا للستة تجي للثلاثة، للثلاثة تمشي للستة. وين يتقابلوا؟ يتقابلوا في 18. وقت ايش؟ وقت اللي نضرب الستة في الثلاثة ونضرب الثلاثة في الستة. هكا ولا لا؟ انتوما مغرومي بانكم تضربوا ستر الاول في الثاني وستر الثاني في الاول. حمزة اش كنت تقول لي خويا انت؟ اش كنت باش تعمل انت؟ هذيك هو اللي قلت لك عليه، ليني ا فوا ليني دي وليني دي فوا ليني ا. صحيح. حمزة قال لي باش نضرب 1.2 في ستر الاول ونضرب 0.8 في ستر الثاني. متفقين الناس الكل؟ اي. والا نضرب فوا 0.09 في ستر لو و 1.6 في ستر الثاني. معايا الاولاد؟ اه هكا ولا؟ باهي. اذا باش نخدم كيما قال حمزه ولا كيما قلت توا، تعرف قداش نعمل من مره عمليه الضرب؟ باش نخدم بها راني انا، باش نعملها 6 مرات. باش نضرب 1.2 في 0.8 في 1.6 وفي 115 وباش تضرب 0.8 في 1.2 في 0.9 وفي 118000. انا باش نقول لكم حويجه الاولاد، مثال اسمعوها مني، كان عجبتكم عجبتكم، ما عجبتكمش مش لازم. انا نقول للتلميذ خذ الكالكولاتريس، خذ الكالكولاتريس واعمل 0.8 على 1.2 وشوف اش تعطيك. كان اعطاتك عدد باهي، كان اعطاتك عدد باهي، لان باش تعطينا عدد امسط منه ما فماش. احسب روحك ما عملتهاش. يا حمزه والله قلت لك تعطيك عدد ما استعلخ. احسب روحك ما عملتهاش. اش نعمل من بعد؟ اعمل 1.2 على 0.8، معناها قسمت الاولى على الثانيه. يا اخي سامحوني، كيفاش لقيتها نضرب في 2 ولا نقسم على 2؟ مش قسمت 6 على 3 انا؟ دونك كي نعمل 1.2 على 0.8 باش نلقاها 1.5. تعرفش معناها نلقاها 1.5 الاولاد؟ معناها كي نضرب السطر الاولاني كهو في 1.5 تولي لي 0.8 1.2، والسطر الثاني ما نضربوش، معناها ما نضرب كان السطر الاولاني كهو. سمعتوني يا الاولاد؟ نسيب بلي تعاود لي يا انا اخزر خويا، انا حبيت نلقى قاسم مشترك ما بين 0.8 و 1.2. كيما وريتك لهنا حبيت نلقى قاسم مشترك بين 3 و 6. الخدمه اللي خدمتها قلت لك في 18، اش عملت؟ ضربت 3 في 6 وضربت 6 في 3. معايا؟ انا قلت لك ثم طريقه، علاش انا وياك نحبوا نتقابلوا؟ علاش ما نقولكش اقعد في داركم وتو نجي كان نتعب انا كهو؟ علاش تتعبوا زوز؟ علاش تتعب انت ونتعب انا؟ علاش ما تتعبش انت وتجيني في الدار وانا مرتاح في داري؟ قلنا علاش ما نحاولوش 0.8 هي اللي نرجعوها 1.2، والا ال 1.2 نرجعوها 0.8. معايا؟ اش عملت؟ خذيت ال 0.8 قسمتها على 1.2 شوف شنو العلاقه ما بيناتهم. لقيتك العدد اللي حسبته انت ولقيته خايب. دونك فك علي. قلب التو قلت تراه كي نقسم 1.2 على 0.8 لقيتها 1.5. اش معناها؟ معناها ال 0.8 هذيا كي تضربها في 1.5 تتولي لك 1.2، عباره انا باش تقعد في داري وانت باش تجي بحذاك. معايا؟ وقتاش يصير لهنا يا حمزه يا جماعه؟ ما نضرب كان السطر الاولاني في 1.5، الباقي الكل نخليه. وقتها نولي نعمل عمليه الضرب 3 مرات مش 6 مرات. انا باش نخدم باللي قلتوا عليها انتم خاطر تحبوها برشا ومغرومين بها وعرفت 100 خطوه ولا تنقيزه تقولوا انتم. يا الاولاد 1.5 فوا 1.2 فوا 0.8 شنو تولينا؟ 0.96 بي ان. معايا؟ اي مع 1.2 فوا 1.6 1.92 بي 2. معايا الناس الكل؟ ايه ايجال 115 و200 في 1.2 باش تجينا 138 و240. الكل يا الاولاد راه فما شكون اللي يضرب كان الوالك او ما يضربش الكاباسيتي ماكسيموم كلها تضرب صار الكل سينو ليغاليتي تطير هذا يا راهو. من بعد 0.8 في 1.2 يلزمها تجيني 0.96
يعني نعمل في هذا الكل باش نلقى قاسم مشترك ما بيناتهم مع 08 فوا 09 صفر 72 في 2 ايجال 95 صفر 40. معايا الاولاد؟ باهي، انتم باش تعملوا من بعد؟ ما تعملوا هي في المات نحكي لكم، هذه 1 وهذه 2 ومن بعد تعملوا 1 موان 2 ولا 2 موان 0 وتكتبوهم جنب بعضهم. انا شو نقول لكم؟ خاطر مانيش نعمل في مات احنا. عبارة لهنا تقسم في هذوما تحسب في هذوما وحدهم، هذوما وحدهم، وهذوما وحدهم، وهذوما وحدهم. نبدأ 0.96 إلا 0.96 زيرو صحيح بلس 1.92 إلا 0.72 مش عطيني 1.2 1.2 أسكو صحيح اللي كتبته؟ 1.2 بي 2 صحيح بي 2 رد بالك خاطر تغلطني الكالكولاتيس خاطر في الكالكولاتيس تعطيني 1.2 كهو نقرا لك العدد اللي لقيته في الكالكولاتيس وننسى البي 2 يعني حاشي بالبي 2 تساوي 138 240 الا 43 و200 الاولاد ساعات يصير انه الاعداد الفوقانيين يكونوا اصغر من اللوطانيين مثلا تصور كان جاتني 0.72 هي اللي من فوق تحب تعمل ام 1 2 اعمل لهنا باش تولي لك الا 1.2 تساوي الا 43 و200 وبعد كي باش نقسمهم باش تولينا بوزيتيف والا نعملوا 2 موان 1 صحيح يا هذا يا هذا لهنا ايش معناها الاولاد البي 2 تساوي شنو؟ 43 و200 على 1.2 باش تجينا قداش بي 2؟ 36000 يونيتي صافا؟ من بعد نمشي 36000 باش لا سي بون سي اي مسيو نمشي نبدل 30 نمشي 36000 باش نطلع البي ا هو نعوضها قداش عندي من ايكواسيون نجم نعوض فيه؟ يا في الاولى الثانية كيف؟ عندي أربعة عندي أربعة عندي الأولى الأصلية والثانية الأصلية والثالثة الموديفية والرابعة الموديفية بدل وين تحب؟ أنا باش نبدل في الأولى الأصلية شو نقول؟ 0.8 بي ان مع 1.6 في 35000 إلا تساوي 115 و200 مالا بي ان يساوي هذه باش تنزل غادي 115 و200 إلا 1.6 في 36000 واللي نلقاه نقسم على 0.8 لهنا زربت خاطر خدمناها برشا مرات قبل باش تعطينا قداش كان حتبتها 72000 72000 اسكو جاوبتوا الاولاد انا لهنا على سؤاله بعد ما نكملوا نعملوا ريزوليسيون دو سيستيم في المات اش تعملوا من بعد اس دون اير اس دون اير ما لا يزمك لهنا هو ما قالكش اعطيني خبل لي عيني بحسابات قال لك اعطيني لي كونتيتي سور لو بلان امبلوا دونك قولوا لي كونتيتي اوبتيمال سون 72000 unité de P1 et 36000 unité de P2 وبربي في دوفوارات الباك يا الاولاد راهم يسميلكش P1 P2 في دوفوارات الباك يسميهم باساميهم دونك انت ما تمش تبدلهم مثلا كيما احنا كنا نعملوا التي كوم ترانسبور والا كوم ادمنستراسيون صحيح دونك قول مثلا 72000 طاوله و 36000 كرسي اتفقنا يا الاولاد؟ باه وكي نبداو نخدموا بالجرافيك توا بالجرافيك كيفاش خدمنا باش ناخذوا ليكواسيون تاعنا عندنا دوز ايكواسيون الاولانيه 0.8 بي 1 بلس 1.6 بي 2 تساوي 115 و200 هكا ولا هذه الاولاد في المات تعطيني اون دروات وباش نصور دروات قداش يلزمني من بوان دو بوان وقت اللي انا باش نختار البوانات ماذا بيا نختار اسهل بوانات نخدم بهم معايا نسكول؟ اه اي سيدي كيف تختار اسهل بوانيت؟ اسهل بوان بالنسبه لينا هو البي 1 ايجال 0 لغه اخرى الاولاد اش تعملوها انتم في دوفواراتكم؟ اذا انا الجمعه هذه عندي مات اذا انا الجمعه هذه عندي مات تعرفش تعملوا انتم تنساوا لي ماتير الكل ما تقراوا حتى شيء كان المات وقت تقراوا جيستيون تنساوا الماتير الكل ما تركزوا كان على الجيستيون دونك اش معناها؟ باش نقول لوغسكو بي 1 ايجال 0 لنفترض جدلا اني ماني قاري حتى ساعه بي ان مش انت اعطيتني 115200 ساعه مش نستغلهم فيش مش نخدم بهم البي 2 اش معناها؟ معناها 0 0 فوا بي ان مع 1.6 بي 2 يساوي 115 و200 وكا ولا؟
مال البي 2 تساوي 115 على 1.6 باش احنا تعطينا طبينا الصندوق 270,000. ايش معناها يا اولاد؟ معناها كي ما تصنع حتى كعبه بي 1 ال 115 ساعه اللي عندك يا دوبا يخليوك تصنع 72,000 قطعه. معايا؟ اه هذه البوان الاولى. ها باش نعمل لاكس انا بتاعي ابو بري بالطبيعه باش نختار مثلا هذه بي 1 وهذه بي 2. إذا يا الأولاد مانيش تصنع حتى كعبة بي أ، ما هذه البي أ ولا أنا في الصفر أنا لهنا. قداش نصنع من بي 2؟ 72,000 مثلا لهنا، هذه 72,000. هذه البوان الأولى. أي نمشي للبوان الثانية، ونقول توا ماني صانع حتى كعبة بي 2. دونك هذا كله باش يولي صفر. إيش معناها؟ لوغسكو بي 2 إيكال زيرو. البي أ يساوي شنو؟ 115 و200 معايا الناس كلها؟ أي. على 0.8. شفتوني ايش عملت؟ كاني حطيت يدي لهنا غطيتها هذه ما عادش حاشي بها. دونك تقعد لي 08 بي 1 تساوي 115,200. مال البي 1 تساوي 115 و200 على 0.8 باش يعطينا قداش؟ 144,000. ايش معناها الاولاد؟ اذا ما نصنع حتى كعبه بي 2، وهذه بي 2 في الاكس زور دوني، اذا ما نصنع حتى كعبه دونك هذا لهنا البي 2 باش نلقاه 144,000 مثلا هذه 144,000. وناخذ المسطره نتاعي ونسطر الدروات الاولانيه. هذه الدروات الاولانيه. معايا الاولاد؟ اي. اش معناها الدروات هذه؟ اي بوان يا الاولاد، اي بوان ناخذوا على اي بوان ناخذوا على الدروات هذه. مثلا نجي نختار البوان هذه. ممكن باش نهبط اللوطه نلقى البي قداش تجيني. ونجيب لهنا نلقى البي 2 قداش تجيني هكا ولا؟ كي نمشي نعوضهم في ليكواسيون نتاعي باش نلقى روحي خدمت بال 115,200 ساعه. سمعتوني يا الاولاد؟ كي ناخذ اي بوان موجوده على الدروات هذيا نقرا لي كوردوني نتاعها ونعوضهم في ليكواسيون باش نلقاهم 115,200. باه وكي نختار البوان هذه مثلا انا ونعوضها في ليكواسيون اسكو باش نلقاها 115,200؟ لا لا. علاش لا؟ خاطرني اقل قصو. باهي سؤالي، النجم نصلحها ولا ما نجمش؟ نجم. النجم كاني خرجت قبل ما يوفى الديفوار. وكي نختار بوان هذايا نجم ولا ما نجمش؟ لا. علاش لا؟ فتت الكباسيتي. صحي. ما لقيتوه المثلث هذا، المثلث هذا يعطيني لا. لا دي سوليسيون بوسيبل دو لاتولي كوب. اي بوان موجوده في وسط المثلث هذايا تعطيني لي كومبينيزون بوسيبل دو برودوي بي 1 اي بي 2 كو لاتولي كوب بو فابريكي. اتفقنا يا جماعه؟ باه توا كيما عملت تاع لاتولي كوب باش نمشي نعمل تاع لاتولي مونتاج. هاي ايش نقول؟ هي العاد 1.2 بي 1 بلوس 0.9 بي 2 ايغال 118,800. وكي العادة تعطيني دروات وش نقول؟ سي بي 1 ايغال 0. اش معناها بي 1 ايغال 0؟ معناها هذايا صفر. اش يولي لي؟ 09 بي 2 تساوي 118,800. معناها بي 2 تساوي 118,800 على 0.9 باش يعطينا 32,000. ترا خلينا نجيو نحطوها. كي يبدا البي 1 ايغال 0، بي 1 ايغال 0، البي 2 نلقاه 132,000 مثلا لهنا. هذه 132,000. وتوا سي بي 2 ايغال 0، اذا مانيش نصنع حتى كعبه بي 2، معناها هذا صفر. معناها 1.2 بي 1 يساوي 118,800. معناها بي 1 يساوي شنو؟ 118,800. تابيا قداش يعطينا؟ 99,000. كي يبدا البي 2 ايغال 0، البي 1 يعطينا 99,000 ا بوبخي مثلا نقولوا لهنا. بالطبيعه راهو يلزمنا اون ريسبكت للايشيل. ونجي نصور الدروات نتاعي باش نختار لون اخر انا مثلا هذا. فوالا. اش معناها الاولاد هذا؟ معناها اي بوان نختارها على الخط الاخضر، اي بوان ونقرا لي كوردوني نتاعها ونجي نعوضهم في ليكواسيون هذه باش نلقى روحي خدمت 118,800 ساعة.
واي بوان نلقاها تحت الخط الاخضر، معناها في المثلث هذا الكبير، نلقى روحي نجم نصنعها امانه في السوز امبلوا. اتفقنا يا الاولاد؟ نقولوا افيك غاسبياج مونسيور. قول سوز امبلوا. غاسبياج تقصد بها غاسبياج؟ غاسبياج عاده نستعملوه وقت تبدا السلعه، ما نجم غاسبياج دو تون زاد صحيح، اما الغاسبياج دو تون كاينه مفتعل، فهمت؟ لهنا نجم يكون انا صنعت مثلا انا في بيرويا اما ما عنديش خدمه، ما جاتنيش خدمه، فهمت؟ اي فهمت. باي هو وارد انك تقول، وما هذه قلت لك معناها الجاسفياج كاينه مفتعل، كاينه يا اما قله كومبيتونس من العبد يا اما، فهمت؟ واضح. باي توا الاولاد تخيلوا معايا مثال، شكون فيكم هكا عنده شويه سرعه بديهه كما نقول؟ احنا مش الكونتيتي كوموندي نتاعنا 65000 40000، هذه الاولاد لاتولي كوب رايا، وهذه لاتولي مونتاج، حسب رايكم ال 65000 40000 وين موجوده بالضبط؟ حسب رايك كون يتمسوا لاتولي كوب ولا في الطنجات. اخزروا لي اخزروا لي اخزروا لي، اسكو موجوده في الزون ا خاطر هكاك، والا في الزون بي، والا في الزون سي، ولا في الزون دي؟ دي لا لحظة مش ركز عاد ما تفرنجيش. زون بي. اه خلينا نبداو، تعرفها الزون بي شنو ولا ليه؟ هي هذه راهي الزون بي، يا الزون بي هي هذه معايا؟ اه اه موجودة في زون أ. الزون أ اه وين توما الباقي؟ مسيو كم هي الكونتيتي؟ كونتيتي كوموندي بتاعنا 65000 ولا 40000؟ فما واحدة باش تجي كون اخزروا لي بصح نقولوا علاش علاش الاولاد ميساج ميساج راكم بديتوا تفيقوا بالفكره، مستحيل تكون في الزون بي على خاطر عندنا مشكله كان تتذكروا في السؤال الثاني، اون بو با ساتيسفير لي كوموند في لاتولي كوب، كان تتذكروا خاطر واحدة باش تكون في الزون أ في الزون بلوا، واحدة باش تكون في الزون بي. لا ما تنجمش تكون في دو زون عاد. ما خاطر فما واحدة في الزون بلوا. اي صحيح، ما يخسروا لي. تعرف شو معناها الزون أ ولا ليه؟ هي الساعة اللي قالت نور صحيح روا. الزون أ علاش؟ خاطر الزون أ فتنا لا الكاباسيتي نتاع الكوب، لكن احنا تحت الكاباسيتي نتاع المونتاج، دونك احنا لهنا. واضح يا جماعة؟ كان جينا بالعكس، كان جينا فوت الكاباسيتي نتاع الكوب نتاع المونتاج ما فوتش نتاع الكوب، رانا في الزون سي. وكان جينا في الزوز، حمزة من بكري كيسلني قال لي كي تبدا كي يبداو الزوز فايتين، لا الاولى تنجم لا الثانية تنجم، رانا في الزون دي. سمعتوني؟ اي بلا احنا في الزون ا. علاش في الزون ا؟ خاطر الزون ا هي صحيح اقل ولا في الكاباسيتي دون لي كونترانت نتاع لاتولي مونتاج، لكن اون ا ديباسي لا كاباسيتي ماكسيمال دو لاتولي كوب. واضح يا جماعه؟ اي اش تتسمى هالزون بي هذه؟ اش تتسمى الزون بي؟ زون داكسبتابيليتي والا زون داكسبتابيليتي والا زون دو سوليوشن اوبتيمال بوسيبل، منطقه الخيارات المتاحه. اي كومبي غدوه في دوفوار يجيني يعطيني يقول لي بريزونتي الجرافيك ودرا شنو ويعطيني 65 ولا 40، اسكو مطالب نعوضهم في السيستم؟ لا، نمشي نشوف 65000 قداش تجيني مثلا 65000 ابري لهنا، وين ابري لهنا 65000، نعمل هكا والاخرى بار اكزون وين لهنا 65000 والاخرى نجي نعمل هكا، دونك نلقاها موجوده لان نقولوا بويسك الي اون دور دو لا زون داكسبتابيليتي Elle est, elle n'appartient pas à la zone de solution possible, donc l'entreprise ne peut pas satisfaire cette commande. اتفقنا يا جماعه؟ واضح؟ واضح. نرجعوا توا للخدمه نتاعنا خاطر هذاك راه خارج الاكزرسيس راهو. توا باش نمشيو للكيستيون 4، الكيستيون 4 قال لك اون فا اكوردي لا بريوريتي لشكون؟ باش نجاوبوا فيه ساعتها خاطر نعرفوها توا. كيستيون 4 شكون اللي باش نسجلوه توا؟ Selon la part de marché, le produit. Selon la part de marché, ça hait. Le produit fabriqué en premier. Donc, hein? on va favoriser le produit, le favoriser P1. Oui. Ah, quand même. Ben, oui. K,
35% اكبر من 30% كومبار دو مارشي. تري بيان. وقداش الكونتيتي كوريسبوندونت؟ 65 000 اللي طالبينها اللي هي 65 000. تري بيان. اي والكونتيتي تاع بوتي بي قداش كونتيتي؟ شنو نقول؟ 0.865000 0.8 فوا 65 000 بلوس 1.6 بي 2 بلوس 1.6 بي 2 1.6 فوا بي 2 يساوي 115 000. اي بيان توا باش نحسبوا هذايا قداش تجي ونهزوها لغادي كالعاده. اش معناها؟ معناها بي 2 يساوي 115 000 الا 0.8 في 65 000. عاودي سامحني 115 و200. اه و200 هذه و200 صحيح. آه صحيح صافا كيكا با على سور 1.6 باش يعطينا تو كالكول 39500. معناها بلغه اخرى نقصتني 500 كعبه بي 2 كان باش نختار البارتي البار دو مارشي ونقصتني يظهر لي 1000 كعبه بي 1 خاطر 64 000 وهكا ولا؟ طيب طيب اه نتعداو للسؤال اللي بعده. اش قال في السؤال اللي بعده؟ كومبليتي لانكس 1 باش اون فا كومبليتي لانكس 1. اش فيه لانكس 1 سيدي هذا؟ فيه لي كونتيتي في لي دو كونترانت في لي دو سوليسيون في لي دو الترناتيف حسب السوليسيون الاولانيه. اون فا اكوردي لا بريوريتي قلنا للبي 1 هكا ولا؟ اه قداش نصعوا من كعبه بي 1؟ 64 000. très bien donc je suis là on écrit 64 000 والـ P2 قداش نصنا؟ 40 000. 40 000 تذكرتوهم هذوما الاولاد؟ اي باه. وحسب السوليسيون الثانيه لا بار دو مارشي توا كنا نحسبوا فيها 65 000 باش نصنع 65 000 والاخر 39 500. très bien مش حسبنا من بكري المارسيون كوفاريابل يونيتير في الكيسيون 1. ريتو كيفاش قاعد يبسس في الكيسيون 1؟ اولا باش نخدم به في الكيسانكيام كيسيون وثانيا باش يكون فيه لا بريز دو ديسيزيون في الثالثيام كيسيون. قداش لا مارسيون كوفاريابل؟ 20 دينار بي 1 20 45. اسكو باش يتبدل المارسيون كوفاريابل في السوليسيون الاولى ولا الثانيه؟ ديما 20 45 ما يتبدل حتى شيء. باهي تذكر وقت اللي قلنا عادة التوتال هي بار برودوي والجلوبال تاع السوم دي دو برودوي. باهي ركزوا مليح الاولاد قبل الدوفوار هذه تاع باك 2020 جاوا للتلامذة ما عطاوهمش الجدول هذا جاوا قالوا لهم احسبوا لي الريزولتا جلوبال دو لونتربريز. التلامذة اش عملوا؟ حسبوا هال 64000 مع 40000 بالطبيعة ضربوهم في ال 20 وفي 45 ولقاو المارس الكوفاريابل توتال تاع كل واحد. راه اعطيوني 64000 في ال 20 اش تعطيكم؟ 1280 والاخر باش يعطينا 1800. ركزوا معايا مليح الاولاد اش عملوا التلامذه وقتها؟ ما جمعوش الزوز مع بعضهم وعملوا المارسل كوفاريابل جلوبال. اش عملوا؟ خذوا الكوفيكس اللي هو 972 وقسموه على 2 وعملوا 128 ولا 1280000 الا النص نتاع الكوفيكس اللي هي نص 972 وعملوا 180000 مع نص 972 وحسبوا ريزولتا توتال نتاع كل برودوي ونساو انه كي يعطيني كوفيكس توتال نتاع لي دو برودوي ما عنديش الحق نقسم على اثنين. اتفقنا يا الاولاد؟ دونك كيفاش نخدمها الريزولتا جلوبال هنا؟ ركزوا معايا مليح كيفاش نخدمها الريزولتا جلوبال؟ بشكون لا ام سي في يونيتير فوا لا كونتيتي دو بي 1 بلس دو بي 1 هذيا لا ام سي في يونيتير دو بي 2 فوا لا كونتيتي دو بي 2 معايا الاولاد؟ نقص منه الكوفيكس جلوبال نتاعهم الزوز وهذه تذكرنا بالايكواسيون تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف زيد. سمعنا يا الاولاد؟ يعطينا كو فيكس ولا شارج فيكس كومون راهو يلزمك تخدم لا مارج سور كو فاريابل جلوبال باش نقص منه الكو فيكس جلوبال. ما تجيش تقسم هذه على اثنين بما انهم دو برودوي يبداو تخوا برودوي تقسم على ثلاث. اي كي نجمعوهم مع بعضهم باش يعطيونا 3,080,000 دينار. وقداش الكو فيكس؟ 972,000
باش يعطينا ريزولتا ديكسبلواتاسيون 2108 108000. تري بيان. ايوا بالنسبه للاخر متأكدين صحيحة هذيك بمارس الفاريابل جلوبال؟ ولا ما نعرف احسب لنا انت يعطينا ممكن قداش لقيت انت صحيحة هكاك انا ماما ما يسالش غنشوفوا داك شي زوز غلطين احنا وهي صحيحة صحيحة وفران هاي خاطر الأصفار برشا هاي دونك 65 ألف في العشرين اش تعطينا 1300 1,300,000 والأخرى باش تعطينا 1 مليون 1777 500 هكا ولا كيفاش نجمعوهم الزوز مع بعضهم باش يعطيونا 3077 500 الأولاد باش نحكي لكم على فاست المارس ريكوفرابل هو كريتير دو رونتابيليتي نحب نسأل سؤال اسكو كي يبدا عندي المارس ريكوفرابل هذا اسكو انا مطالب نكمل ناحي من الكوفيكس باش نعرف انه السوليسيون الاولى خير من الثانيه ولا الثانيه خير من الاولى لا خاطر عندهم الميم كوفيكس صحي بما ان الكوفيكس نفسه مش ينقص اللي عنده اكبر مارس ريكوفرابل باش يكون عنده اكبر ريزولتا اتفقنا معناها انا جو بو ديسيدي من المارس ريكوفرابل يكفي نقول بما انه المارس ريكوفرابل نتاع السوليسيون الاولى 3 ملايين و80 اكبر من المارس ريكوفرابل نتاع السوليسيون الثانيه 3 ملايين و77 و5 ملايين دونك السوليسيون الاولى اي لي بلو رونتابل فهمتوا يا جماعه بما انه عندنا وقتاش ما نجموش وقتاش لازمنا نكملوا للريزولتا وقت اللي يبدا عندنا الكوفيكس سبيسيفيك كل واحد والكوفيكس نتاعو كل واحد وماكيناته كل واحد وغيره فهمنا دونك هذه باش تجينا 972 الف كالعاده هي بيدها نفسها الاخرى باش تعطينا 2,105,500 هاي انا هو اللي خير سوليسيون نيميرو 1 اكيد السوليسيون الاولى خير علاش السوليسيون الاولى خير خاطر ال ا لو ريزولتا لو بلوز ايلفي تري بيان سي بون يا الاولاد اي مالا باش نقول سيزيامون سيزيامون قال سولون لي ريزولتا ديكسبلواتاسيون كيلي لا سوليسيون دونك نقولوا سوليسيون et plus rentable. Allez. 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 Car elle a le résultat le plus élevé. Car la solution, donc, elle a le résultat le plus important, le plus élevé. Voilà, Hajmea. Très bien. Quelle solution vous proposez à l'entreprise si les commandes moyennes annuelles relatives à l'année N seront les mêmes pour les années à venir. نحب الحلقه وسط صغير لهنا باش نحاولوا نستوعبوا شويه. الاولاد جرات العاده من الثروازيام اني انتم. كيل سون لي سوليسيون؟ ايش باش تعملوا انتم؟ عندكم اربعه ولا خمسه حلول تطيشوهم الكل واللي في صلاح يفرز. راهو توا في الباك كبرنا. يلزم الحل اللي نعطيه يتماشى مع الوضعية اللي أنا فيها وأنا متأكد بروفيتكم اللي قرأوكم قبل ش قالوا لكم قالوا لكم راهو من نجم نخمم في الانفستيسمون من نجم نخمم في الانفستيسمون إلا ما تكون ما نعرفش شكون اللي الصوت قاعد يتعاود حمزة كانوا ضرب عندك نتكلم باهي ما نعرفش حسيت نسمع في صوتي يتعاود هذاك علاش باهي مش مشكل دونك قلنا ما نجم نعمل الانفستيسمون الاولاد الا ما تكون الدوموند بتاعي الي كونتوني الي ديورابل مثلا تونيسير وهذا ديكزومبل اللي ديما نعطيه لكم انا تونيسير في الصيف عندنا عوده مواطنينا بالخارج مش على شهر في الصيف ولا شهر ونص تمشي تشري زوز ولا ثلاثه طيارات ومن بعد تمشي تربي فيهم الحمام انا وقتاش نشري طياره كي يبدا الطلب ولا كي يبدا عدد المسافرين يكون على طول العام دائم معناها كي يبدا الكونتيتي هذه ناقصه على مده طويله وقتها نخاف باش نعمل انفستيسمون معايا ولا لا وقتاش وقتاش نخمم نعمل مثلا دي زور سوبليمونتير نعمل دي زور سوبليمونتير بشرط تكون الشركه ما هي ساتوري
شو معناها تكون الشركه مي ساتوري؟ مثلا انا نحب نعمل لكم راتراباج، نجيبش نعمل لكم راتراباج. هو معليش برشا غايبين اليوم مثلا، ثم شكون يقول لك انا يا خويا غدوه نعدي فلسفه ونتوا نكملوا مخر احنا يل سو بو ما يساعدنيش توا نلقاها مسجله هذه توا نمشي نشوفوا الواحد. دونك يقول لك انا نقرا من 8 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه، وقتاش تحب تقريني سوايع زايده ولا تعمل لي راتراباج؟ دونك لهنا يلزمني نضمن انه الشركه بتاعنا عندها نظام هي ساتوري. لكن الحاجه الجديده اللي لازمكم تردوا بالكم منها، لهنا راهو عندنا اتوليي فيها سوز امبلوا وعندنا اتوليي فيها سور امبلوا، وهكا ولا لا؟ تخيلوا يا الاولاد، تخيلوا كان لاتولي كوب، لاتولي كوب الخدمه كلها ماكينات، تخيلوا لاتولي كوب الخدمه كلها ماكينات معايا. نجمش يقول من بين الحلول اني نعمل سوايع زايده؟ لا اكيد لا. دونك ما نقولش نعمل سوايع زايده والماكينه ولاتولي معمله كان على الماكينات، نقول سوايع زايده كي تبدا الشركه مي ساتوري والخدمه باليد العامله. هذيك على الساعات في دي زيكزرسيس نقول لكم راهي 100% اوتوماتيزي. فهمتوني يا الاولاد؟ اي مشي. اه يس. هو لهنا شنو قال لنا؟ قال لنا كيل سوليسيون فو بروبوزي، وكمل لي غادي، سي لي كوموند موين انويل ريلاتيف على لاني سون لي ميم بور لي زاني افنير. دونك عطاني لهنا بدايه ثنيه لي ميم بور لي زاني افنير، اش معناها؟ الدوموند بيرمانون. صحيت. دونك قال لك السيد لهنا راهو الشيء على دوام. دونك من بين الحلول نجم نخمم في الانفستيسمون. اتفقنا يا الاولاد؟ باه. ثم سوليسيون يا جماعه انا نسميها لكم كي سروال العسكري، هكا اللي كل واحد يعدي عام جيش يلبس السروال هذاك. معناها كيش يقولوا فيها للناس الكل، معناها قالب جاهز. هو لا سو تريتونس. نجموا نعملوا لا سو تريتونس. شو معناها سو تريتونس؟ تمشي تكلم شركه اخرى باش تصنع برودوي ناقص بدون علم الكليون. اتفقنا؟ مسيو اما هي هذيا سو تريتونس مش في الكا هذيا نورمالمون ليه؟ خاطر الدوموند معناها ديما هي كل عام قال لك معناها باش تقعد في ميزانية افنيو. نو هاي السؤال اللي سالته هاي خاطر كيفاش ما هات لي باش نحكي في الوضعيه الاخرى نتاع سو تريتونس. جاوبوني مال. حمزه امان سكر الميكرو نتاعك خويا وما تحلو كان كي تجيبش تتكلم. باه هاي الاولاد جاوبوني توا، وقتاش نلتجا انا للسو تريتونس؟ وقتاش نلتجا للسو تريتونس الاولاد؟ يا ولادي قلت نبدا ما نجمش نصنع. هذا حل، هذا الاولاني. اه فماشي حل اخر يا جماعه؟ ولكن الوقت دونك ما تنجمش تصنع، ما تنجمش تصنع كسوا من الوقت ولا باللي هو. انا سالكم سؤال الكوم تاعها اقل صحيت، ينجم يكون السو تريتون الكوم تاعو بلو كومبيتيتيف. يا الاولاد يا اخي تونس اشترى الشركات اللي يتعاملوا مع الخارج كلهم دي سو تريتون راه. يا اخي المانيا ما تنجمش تصنع كوا بالكراهب نتاعها مش بهم يصنعوا في تونس. يا اخي الفرنسيس ما عندهمش كون يفهم في الانفورماتيك وفي الواحد باش يعمل اسيستونس تاع العباد اللي عندهم مشكله في في لي زورديناتور نتاعهم ولا في الكونيكسيون. علاش عندنا تيلي بيرفورمانس والكل؟ خاطر اليد العامله التونسيه ارخص. دونك نمشي انا العمار وسالم ومحمد ارخص لي من جون، من جون بيير ومن كلود ومن باتريك. كي تقول لي انت اسكو هاي ديورابل ما نعمل لا سو تريتونس نجم نعمله، هي انا حال شركه باش نخدم لا سو تريتونس. فهمتني نور؟ اي فهمتوش. دونك اللي حبيت نقوله لك لهنا انه سو تريتونس هو الحل اللي تقوله ديما كيلكو سوا لي كونديسيون. على خاطر نلتجا للسو تريتون يا اما انا انكابابل كيما قالت غفران الوقت شويه ولا ما عنديش ما المؤهلات، نجم يكون ما عنديش مؤهلات معناها خدامتي ماهمش كومبيتون في الوضعيه هذيك. قبل التوانسه كنا الصبابط نسمعوهم في تونس الجلد، اما السومال نشريوهم من ايطاليا. كيما مثلا واحد واحده فيكم البنات مثلا مش طيب بيتزا مش طيب حاجه، المشكله في العجينه خاطر الفور الناس كل تحط في الفور تمشي تشري بات حاضر تشري ان شاء الله ما تكونش قلقتكم بالكحه على محل تشري بات حاضره. تفهموا فيا؟ اي تري بيان. باهي مالا شنو باش نجاوبوا لهنا؟ باش نقولوا لونتربريز بو انفستير كوم سوليسيون
على خاطر لا دوموند elle est contenue, elle est durable, elle est permanente, ou elle, elle peut faire recours à la sous-traitance. سمعنا يا جماعة؟ حاولوا كي قلنا بروبوزي دي سوليسيون حاولوا على قليل اعطيو دو سوليسيون. وفما استوس صغيره نجم نقولها لكم. اذا هذا دوسي في دوفوار عاده دي سوليسيون مش تلقاهم في لي دوسي الاخرين. والا شويه منهم كمش الكل او تنجم تسرق انت كلكو سوليسيون. اتفقنا؟ ما انا باش نقولوا لهنا انفستير على خاطر الدوموند نتاعنا اللي دورابل اللي بيرمانونت و الا في ركور على سو تريتونس. واضح الاولاد؟ تابع هذا سؤال سبعة راهو ثمشي سؤال هنا ثمشي سؤال هنا الاولاد اي سبعة باهيس حتى عداو الكيستيون الاكزرسيس الثاني. ايه هاي نمشي باهي اسلام وينك؟ معك مساء صافا جاوبت اسئلتك عرفت مشاكل مشاكل كوينه باهي يا سيدي في الاكزرسيس هذايا كيف كيف كان لاحظتوا فيه وضعيه مسته شويه والوضعيه المسته هذه خاطر مالوغوزمون احنا كي نقراو في القسم نقراو حاجه اسمها ايكار جلوبال نقراو حاجه اسمها ايكار جلوبال لكن ثم باكيت مثلا باك 2017 بار اكزومبل سالوهم على ان اوتر ايكار ومش لازم شي يسميه لك راه هو يتسمى ليكار توتال مش لازم يسميه لك يقول لك ايكار دونك يلزمنا نعرفوا الفرق ما بين كي يسالني على ليكار جلوبال اش نعمل وكي يقول لي وكي يقول لي كالكولي ليكار اش لازم نعمل. اتفقنا يا الاولاد؟ سمعتوني اش قلت؟ ايوه يقول لي كالكولي ليكار جلوبال فما حاجه باش نعملها وكيقول لي كالكولي ليكار ويسكت فما حاجه اخرى باش نعملها مش بالضروره نفس ليكار باش نحسب. ايش قال لي لهنا شكون يقرب له خليني نستغل على فان دو مو دو ديسمبر ان لونتربريز بروديس ا كونستاتي ديز ايكار او نوفو دو لا رياليزاسيون اي فو دوموند دو لوي اكسبليكي لور اوريجين Les données prévisionnelles réelles pour la production et la vente d'un produit P1 sont fournies dans le tableau suivant. Très bien. D'ailleurs, regardez quel est le mot. Là, on est déjà dans la deuxième année, on a dit qu'il y a les concepts fondamentaux de la gestion, voilà, le processus de gestion, le processus, la planification, organisation, direction et contrôle. Les prévisions, on a dit qu'il y a une première année, la planification. On a dit qu'il y a une première année, on a dit qu'il y a une première année, on a dit qu'il y a une première année, on a dit qu'il y a une première année. Donc, nous, c'est la phase de contrôle, on a dit qu'il y a une première année. باش نصلح كان فما اغلاط باش نحسن كان نجم نحسن. اتفقنا يا الاولاد؟ دونك انا توقعت وحصل اللي حصل. كيما واحد يحب يبني دار اول حاجه يعملها باش يمشي يعمل دوفي مش عارف روحوا علاش قادم ما يجيش يحضر مثلا 10 ملايين وهي الدار تكلف 100 مليون يمشي للارشيتكت يقول له عمل لي لو بلون وبعد ما يعمل لي لو بلون عمل لي دوفي الدوفي يقول له راهو دارك هذه باش تكلف 80 مليون مثلا. دونك هو كيفاش يمشي يطلب قرض من البنك ولا يمشي يدبر فلوس في دبر في دوائر 80 كان صرف 80 وفهمت له حويجه يرحم والديه وشكون شيخ يذبح علوش وشيخ الناس وكان فاتت 80 الدار ما كملتش وفلوسه كملت اسافوار من يمشي يجيب الفارق وكان بالضبط قد 80 اللي صرفهم قد 80 اللي توقعهم يعني ما ثماش كار دونك لي كاري نو والامور نتاعنا منطقيا جيده خاطر ما فماش فلوس زايده باش تزيدها. اتفقنا يا الاولاد؟ لهنا يجينا نشوفوا في لي كونتيتي وهذه اهم حاجه باش تفرقوا ما بين لي كار جلوبال ولوتر كار شو لي كونتيتي برودويت اي فوندو قال لنا توقعت اني باش نبيع 14400 اما صنعت وبعت فعليا 14000 دونك جو كونستات كو لي كونتيتي ريال ولي كونتيتي بريفيزيونيل مختلفين. سافا الاولاد؟ اي مسيو الو اللي تبقى الكل ما كنتش باش تحيروا فيه الحقيقه نتاع ربي كل كعبه باش تاكل الكيلو والكيلو ب 35 في الواقع تكلفت لي كيلو 100 والكعب والكيلو ب 36 الفورنيتور ديفيرس لهنا عطانا بار يونيتي ولا نعطاني توتال كان لاحظت وما قاليش بار يونيتي في الماندوفر عادي لهنا كشار شيكس توتال الاولاد شبي عطاني انكوني ولا نجمش نطلعها نجم هاي قداش تجي هي شارج فيكس ما ما يتأثرش بال
بالكونتيتي فولي بالكونتيتي دونك مالش فيكم؟ نفس السؤال الكونتيتي باش يبقى نفسه الشارج فيكس. دونك شيكون نفسه اللي هو شارج فيكس 80640 تاع 14400 تاع 14000 سلام شمس. السؤال الاولاني قال كالكولي لو كو دو روفيان ايتابلي ريفيزيونيل اي لو كو دو روفيان ريال. اسكو لهنا الاولاد اسكو لهنا قال لك اعطيني الكو ريال دو لا كونتيتي ريال والكو بريفيزيونيل دو لا كونتيتي ريال ولا دو لا كونتيتي. اسكو ربطنا بالكونتيتي؟ لا مادام ما ربطناش. البريفيزيونيل قداش عندك من كعبه؟ باش 14 و 400 صح؟ دونك باش تخدم الكو دو روفيان نتاع 14 و 400. والريال قداش صنعت من كعبه؟ 14. باش تحسب الكو دو روفيان نتاع 14000. دونك كل وحده باش تحسب لها الكو نتاعها. اتفقنا يا الاولاد؟ السؤال الثاني اش قال؟ ديتيرميني لو شيفر دافير بريفيزيونيل اي شيفر دافير ريال. اسكو قال لك لو شيفر دافير بريفيزيونيل ربطها بكونتيتي؟ ما لا باش تخدم الريال بالريال والبريفيزيونيل بالبريفيزيونيل. السؤال الثالث كالكولي بور لو برودوي بي 1 شنو ليكار ليكار اش قال؟ قال ليكار سور كو دو روفيان اي ليكار سور شيفر دافير. قال كالكولي ليكار. سمعتوه ولا لا؟ نمشيو للسانكيام كيستيون. اش قال؟ كالكولي ليكار جلوبال. ليكار جلوبال. الاولاد السؤال الثالث والسؤال الخامس راهو نفس السؤال. الفرق اللي بيناتهم تعرف شنو هو ولا لا؟ كلمة جلوبال. معايا الاولاد؟ معايا ملا اسمعوني مليح توا. اذا جاني في دوفوار وقال لي احسب لي ليكار وسكت، احسب لي ليكار، كالكولي ليكار وسكت. ليكار باش يكون هو كو ريال دو لا كونتيتي ريال موا لو كو بريفيزيونيل دو لا كونتيتي بريفيزيونيل. كل واحد تخدم له الكونتيتي نتاعو. معايا لهنا يا جماعه ولا لا؟ اي باهي. انا اللي فوتكم بالحديث في باك 2017 المشؤوم على برشا تلامذه ما قالهمش احسبوا لي ليكار سور كو وكهو، قال لهم احسب لي ليكار سور شيفر دافير وليكار سور ريزولتا. تعرف علاش قلت المشؤوم انا؟ خاطر مالوروزمون برشا ما يقريو كان كيما موجود في الكتاب، وفي الكتاب ليكار ما خيطوه كان على الكو ولا نغات. لكن عامتها جاب لهم ليكار سور ريزولتا وليكار سور شيفر دافير. راهو ليكار ديما فارق ما بين الريال والبريفيزيونيل. المشكله مش في حسبته ليكار سور شيفر دافير وليكار سور ريزولتا، المشكله في السينيفيكاسيون بتاعو من بعد. وتنقول لكم شنو هي الغلطه اللي غلطوها التلامذه وما يلزمكمش تغلطوها انتوما من بعد. التلامذه يقمروا بالسين، كي يبدا بوزيتيف اش معناها وكي يبدا نيجاتيف اش معناها. ردوا بالكم تقمروا بالسين. راهو يا الاولاد ما فما ما فما حتى شيء يمنعني نعمل الكو بريفيزيونيل الى الكو غير. راهو ليكار هو الفارق بين شيئين. انا جمعيتي رابحه واحد بلاش معايا، نقول انا ماركي ان بوان دونك بلس ان، وانت جمعيتك خاسره واحد بلاش باش تقول انا موانز ان. اسكو النتيجه تبدلت؟ ديما الجمعيه رابحه الجمعيه بي. دونك ليكار راهو تنجم تعمل غيال الا بريفيزيونيل ولا بريفيزيونيل الا غيال. احنا ديما نعطيكم قاعده واحده باش تخدموا بها الناس الكل اللي هي كو غيال مو كو بريفيزيونيل. توا اسمعوا مليح، مش قلنا كي يقول لك ليكار تخدم الغيال بالغيال والبريفيزيونيل بالبريفيزيونيل، اتفقنا؟ وكي يقول لك كالكولي ليكار جلوبال، ركزوا فيها كلمه جلوبال، يقولها ولا ما يقولهاش، اش تعمل؟ لو كو غيال دو لا كونتيتي دو لا كونتيتي غيال موا لو كو بريفيزيونيل دو لا كونتيتي ريال هي زد دو لا ميم كونتيتي. اذا قال ليكار جلوبال يلزم الكو ريال والكو بريفيزيونيل تخدموا على نفس الكونتيتي. سمعتوني يا الاولاد؟ معناها في السؤال الثالث كي تجي باش تقارن هذو ببعضهم
خاطر هذه وهذه كونتيتي مختلفه. وكي تجي باش تخدم ليكار جلوبال اسكو باش تخدم كونتيتي مختلفه؟ لا لازم يكون في كتير. يلزمك تخدم على اساس انه هذه ولات 14000 مش 14400. فهمتوا الفرق ولا ما أيوة فهمتوش؟ فهمت. مفهومه هذه؟ أمسيه غامض. على حساب شنو باش نخلي الكونتيتي كيف كيف، نتبع الريال ولا البروفيزيونيل؟ لا كتبت لك عادل عاود لي كار إيه جلوبال الريال. أيه هو ريتا الكو غيال دو لا كونتيتي غيال الا الكو بريفيزيونيل دو لا كونتيتي غيال. هي انا باش نعمل إيه سامحني الدار في بالي باش نبني فيها زوز بيوت مو نسى انتم مغرومين زيد بيت للضيافه ادري شكون ادري شكون عملت بي دار فيها اربع بيوت يفي علي انا لي كار على الاربع بيوت اللي بنيتهم مش على زوز بيوت اللي في بالي باش نبنيهم. فهمت؟ اتفقنا يا اولاد؟ خير هابي هاي هات نحسبوا توا ايش قال لنا كالكولي لو كو ريال ويلي هي لو كو دو روفيان بري ايتابلي لو كو دو روفيان ريال في الانكس هاي الماتيير بروميير لولات ايش عندنا ان كيلوغرام ب 35 خليني نفسر خيري باش تبان لكم عاد شكون هما عندي 400؟ هاي واحد في 14 و400 شو تعطيني؟ 14 و400. دوري واضحة مش لازم نكتب واحد في 14 و400 وقداش الكوينيتير نتاعها؟ 35 35 35 08 تري بيان التوتال باش يجينا 505 152 متفقين الناس الكل ثبتوا معنا في الكالكول ها؟ اه الفورنيتور ديفيرس اش قال لنا؟ 2 دينار 600 فلوس هذوما ولا كميات؟ كو فلوس فلوس دونك تحط يا في اليونيتير يا في التوتال اسكو هي يونيتير ولا توتال؟ يونيتير على خاطر قال لي يونيتي دونك تجي لهنا نكتب 2 دينار 600 وقداش الكونتيتي 14 و400 مالا باش تجينا 34 و440 اي بيان بالاتولي كوب 0.75 الاولاد لهناكم مرتاحين من غير ما تقسموا على 60 راهي بالساعه ولا اعطاني سوم الساعه راهو كان اعطاني بالمينوت ولا هنا سوم المينوت تخدم بهم بالمينوت راهو 14 دونك اش تعمل 0.75 في 14 و400 نكتبها ولا واضحه واضحه دونك تجينا 10800 ساعه وسوم الساعه 15 و200 اش تتسمى كان 15 و200 هذيك تو اونوغير تو اونوغير والا تو اوغير اللي هي لو كو دون اور دو ترافاي لو تو اونوغير جاي من اتعاب لي زونوغير والا تو اوغير جينا 164 160 160 تري بيان لاتولي فينيسيون لهنا عطانا 225 في 14 في 14 و400 ايش بتعطينا 32 400 32 400 الاولاد 32 400 هي 225 خاطر بالساعه في 14 و400 في تسعة شو بالساعة 9000 ما تسعة اي ويني هنا هاي باه قداش 291 و600 تري بيان هاي اوتر شارج فاريابل شي نجمو يكونوا لي زوتر شارج فاريابل هنا اي شارج فاريابل كو سوا ديريكت ولا انديريكت لان ما عندناش مشكلة في لي شارج ديريكت ولا انديريكت دونك عندي صفر دونك 14 و400 هذه باش تخدموها كيما الفورنيتور ديفيرس في 180 ملي باش يجيونا 2592 يا اخي ادم وينو غفران اليوم فقدتو بعثت له ميساج فقدت يظهر 80 640 باهي هاي نحسبوا التوتال نتاعنا 1081 و584 14 و400 عندنا 1081 و584 75.11 على 75.110 ما نكتبش حاصل 11.110 تو بنفس الطريقة باش نخدموا الآخرين باش نعملوا الأولاد 14 × 1.1 تحت دونك نعمل 1.1 في 14000 دونك يجينا 15 و400 سوم الساعة 36 و200 557 و480 باهي الأولاد باش ما نضيعوش الوقت
واضحة الخدمة؟ واضحة واضحة مصير. طيب باهي، التوتال تو 14000، المجموع باش يجينا 1086 470، هذه باش تجينا 77 دينار و605. اتفقنا لهنا؟ ناخذ نخدموا بنفس الطريقه، جوست هذه باش نخدموها مينوت، تقسموها على 60 36، والكل نضربوهم في ال 14000. باهي توا يا الاولاد، توا باش نتساءلوا شوي، باش نصنع قداش في بالي باش نصرف فلوس، قداش متوقع اني نصرف فلوس؟ متوقع اني نصرف على الكعبه 75 دينار وشويه صرف. شو معناها متوقع باش تصرف 75 دينار؟ معناها محضر 75 دينار، محضر. وفي التوتال وفي المجموع قداش محضر؟ محضر مليار و81 و584. صحيح. كي جد الجد وصنعت سي، قداش صرفت فعليا؟ مليار و86 و74. معناها انا محضر مليار و81 وصرفت مليار و86، معناها فما 5000 زايدين. اسكو شيء يفرحني ولا يقلقني؟ يقلق. دونك ليكار نتاعنا لهنا، لا سينيفيكاسيون تاعو، هل انه ايكار فافورابل ولا دي فافورابل؟ دي فافورابل. وعلاش هو ايكار دي فافورابل؟ خاطر الكو ريال اكثر اكبر من البريفيزيونيل. هذا اللي حشي به يا الاولاد، بربي ما تقولوش خاطرو نيجاتيف ولا خاطرو بوزيتيف. قلت لكم من بكري ليكار راني نبدل الكو ريال الا كو بريفيزيونيل، نجم نخدمها كو بريفيزيونيل الا كو ريال. سمعتوني؟ دونك اسمعوني مليح، ليكار نتاعي وينو؟ انا لهنا ليكار يكون فافورابل، يكون ديفافورابل، ولا يكون نول. باش نبدا على الكو، الكو اذا نحكي بالكو، سي الكو غيال اكبر ولا اصغر من الكو بريفيزيونيل في الكور فافورابل؟ ماذا بيا نصرف اكثر من اللي حضرت ولا اقل من اللي حضرت؟ اقل من اللي حضرت. ملك يبدا الكو غيال اقل من الكو بريفيزيونيل نسميه ايكار فافورابل. معايا؟ اي. انا مشيت للعطار وفي مكتوبي 10000، طلعت الحسبه 6800، دونك باش نعطيه 6000 ونخلي الباقي عندي، دونك انا فرحان شريت اللي حاشي بيه وفضل لي فلوس. وقتاش نولي مانيش فرحان؟ يبدا انا هنسيت 10000 والحسبه طلعت 12000، دونك يبدا الغيال اكبر من البريفيزيونيل. معايا الاولاد؟ وقتاش يكون ايكارنول؟ وقت يبدا ريال قد البريفيزيونيل. اتفقنا في هذا ولا لا؟ ما توا كي نبداو نحكيو على شيفر دافير، اش معناها شيفر دافير الاولاد؟ فلوس داخله ولا فلوس خارجه؟ شيفر دافير فلوس داخله ولا فلوس خارجه؟ شيفر دافير فلوس داخله ولا فلوس خارجه؟ فلوس داخله. انا ماذا بيا ندخل فلوس اكثر ما يمكن ولا اقل ما يمكن؟ بلا وقتش، بلا وقتش يكون لي كار فافورابل، كيبدا الريال اكبر من البريفيزيونيل ولا اقل؟ اكبر. من بالعكس لهنا، كي يبدا شيفر دافير ريال اكبر من شيفر دافير بريفيزيونيل انا نفرح. انا في بالي نور باش تجي تشري من عندي ما قيمته مليون. شفت نور جات قلت سي بون توا مليون باش يدخل المكتوب. نور اعطتني مليون و300، شو نقعد مدنكس راسي ومتغشش؟ لا، دونك المليون جاني وفوقه 200 دينار، دونك انا باش يكون ليكار نتاعي فافورابل. وقتاش يكون ليكار دي فافورابل؟ كي يبدا انا في بالي باش ندخل مليون، نور قالت لي اسمع راني بدلت راي ثم سلعه مش تشريها، دونك اعطتني 800 كهو، دونك يبدا شيفر دافير بريفيزيونيل اكبر من الغيال باش نكون متقلق. اتفقنا يا الاولاد؟ هذاك علاش قلت لكم ردوا بالكم تقمروا بالسيني بوزيتيف ولا نيجاتيف. خاطر كان جيتوا تقمروا بالسيني بوزيتيف ونيجاتيف، اش يقول لي التليل؟ يقول لك يبدا نيجاتيف في الكو راهو فافورابل، بوزيتيف في الشيف يولي فافورابل، بوزيتيف نيجاتيف، اما بشرط تكون القاعده اللي تخدم بها ديما الغيال الا بريفيزيونيل. سمعتوني يا جماعه؟ بربي لا تقمروهم هذوما، طيشوا عليكم منهم. راهو كي تبدا انت باش تخدم الفورمول صحه،
ديما في العاده التلميذ يخدم غير الا بريفيزيونيل، اما شكون يضمن لي غدوه في الدوفوار يكون خادم لي بالغير الا بريفيزيونيل؟ ما يكونش خادم بريفيزيونيل الا غير. دونك فك عليهم البيعات، قمروا بالطريقه هذه. وكي نجيو نشوفوا على الريزولتا تو، والريزولتا الريزولتا ناخذوها كيما الشيفر دافير ولا كيما الكو؟ الريزولتا كيفاش؟ حاجه ماذا بيا تكون كبيره ولا تكون صغيره؟ تكون صغيرة الريزولتا تحبها صغيره انت؟ كبيرة قنوع عليك. اكيد. دونك لوبجيكتيف دي لونتربريز سي دو ماكسيميزي لي ريزولتا لي بينيفيس، مي لا خدمتها باش تكون كيما الشيفر دافير. سي لو ريزولتا ريال اكبر من الريزولتا بريفيزيونيل باش نكون فرحه، وسي لو ريزولتا ريال اصغر من الريزولتا بريفيزيونيل باش نكون متقلق. ونول بالطبيعه كي تبدا الريزولتا ريال قد الريزولتا بريفيزيونيل. فهمتوا يا الاولاد؟ فعلي. اي قال لي ديتيرميني لو شيفر دافير بريفيزيونيل اي لو شيفر دافير ريال. كيفاش نحسبوه الشيفر دافير ريال وبريفيزيونيل؟ سي باش ناخذو الكونتيتي اللي خدمناها نضربها في البريم تاعها، ديجا هو عطانا البريم وقداش الكونتيتي خاطر عندنا عندنا زوج باش ناخذو بروفيزيونيل صحيح. طونك 14 تري بيان 400. تري بيان طونك ما قالكش اعطيني الشيفر دافير ريال دو لا كونتيتي ريال وشيفر دافير بريفيزيونيل دو لا كونتيتي ريال، اخدم الريال بالريال والبريفيزيونيل بالبريفيزيونيل كل بكميته. اتفقنا؟ دونك شو نقول؟ في الريال 14000 في في 100 في 100 صحيح؟ مليار و400 تري بيان. والاخر 14 و400 14 و400 في 100 100 ايش تعطينا؟ مليار و440 كهو كهو. هاي قولوا لي فرحانين احنا ولا مانيش فرحانين في الوضعيه هذه؟ لا مانيش فرحانين. علاش ماكش فرحانه؟ خاطر انا محضر روحي نمضي في سنية على مليار و440، ما جاوني كام؟ مليار و400، ثم 40 مليون طايري. دونك مانيش فرحان. اتفقنا يا جماعه؟ اه السؤال الثالث تو ايش قال؟ كالكولي شكون؟ pour le produit P l'écart sur coût de revient l'écart sur chiffre d'affaires dans l'annexe 2. هاي مش حسبنا الشيفر دافير احنا توا. مش مليار و400 القيمه الريال ومليار و440 والاخر كي نرجعوا للواحد قمرين ولا نرجع لهم؟ لقينا مليار و86 و470 صحيته مليار و81 والاخر مليار و81 و584 هذوما اللي حاسبينهم في الجدول هنا راهم. هذا مليار و86 و470 تلقاهم بعض في البلاتفورم الكوريجي 81 و584 تابع. اي اسكو قال لي اعطيني لي كارك جلوبال؟ لا ما نخدم الريال بالريال والبريفيزيونيل بالبريفيزيونيل اوكي. قال لك كالكولي لي كار وسكت. دونك ايش باش يكون؟ مليار و400 الا مليار و440 باش يكون؟ 40000 باهي الاولاد. واللي يجيني كتلميذ يكتب لي 40000 صحيح ولا غلط؟ صحيح. مش قلت لك تجر؟ كي نقلبهم باش نعرفك انا صحيح ولا غلط. لا بالا بالسينيفيكاسيون وقت باش تقول لي اسكيل ساجي داني كار فافورابل مش قال لي دوني سا سينيفيكاسيون يكتبها لي 40000 ما يسالش يكتبها لي، اما باش تقول لي فافورابل قلت هذا ولا دي فافورابل؟ ديفافورابل. علاش؟ خاطر الكو شيفر دافير ريال اصغر من شيفر دافير بريفيزيون. فهمنا يا الاولاد؟ توا باللوجيك، توا باللوجيك كان انت عملت هذه نيجاتيف معناها شنو هي القاعده اللي خدمت بها؟ ريال الا بريفيزيونيل. يجي شي تلميذ لهنا يبدل يولي يخدم بريفيزيونيل الا ريال باللوجيك؟ لا التلميذ اللي اختار قاعده يكمل يخدم بها. دونك اذا هو عمل نيجاتيف لهنا العدد هذا يلزم يكون نورمالمون بوزيتيف 4886 معايا؟ واللي حطها لهنا نيجاتيف بوزيتيف ولا شنو يلزم فورسيمون هذا يكون نيجاتيف. اتفقنا يا الاولاد؟ قولوا لي هذا ايكار فافورابل ولا دي فافورابل؟ 86 لهنا اوكي 10 86 ولهنا 10 81 دي فافورابل. صرفت اكثر من اللي توقعت، انا محضر مليار و800 وصرفت مليار و81 وصرفت مليار و86 دونك سي تانيكا دي فافورابل. اوكي الاولاد واحد نيجاتيف دي فافورابل وواحد بوزيتيف دي فافورابل، واكسبري اخترت اعداد بالشكل هذا باش التلميذ اللي قمرهم كيبدا نيجاتيف اش معناها وكيبدا بوزيتيف يلقى روحه لهنا في اشكال.
ها واحد نيجاتيف ودي فافورابل، وواحد بوزيتيف ودي فافورابل زاده. فهمتوني يا الاولاد؟ أي هابيا هابيا. اي السؤال الرابع تو، اش قال السؤال الرابع؟ اقرا لي تراه. Recalculer le coût préétabli du produit P qui correspond à la quantité réelle. Un قال exemple. لهنا اش قال؟ قال لك اعطيني الكوب خيتابلي وسكت. De la قال لك كي quantité كوريسبون réelle. ا لا كونتيتي ريال. مالا قال لك ما تخدمليش بال 14 و 400، حبك تخدم لي باللي صنعته غيالمون، دونك بال 14000. دونك ايش نعمل؟ 14 في 35 نفس الخدمه اللي خدمتها نفسها هي بيدها، في عوض نضرب في ال 14 و 400 نضرب في شنو؟ 14 هات نخدموا الاولانيه كي العاده والباقي نكملوا. هاي اعطيني 14 في هاي 35 صفر 8 استنى عاد 14 في شنو قبل الكونتيتي شو نقول؟ واحد هاي صحيح ما خاطر اي في واحد خاطر لا مش نحتاج تجيب لي زيرو. 14 لا لا في بالي ما يلزمنا نقولوها باش انت بيوتيتر تعرفها، ثم شكون يقول لك 14 خاطر الكونتيتي 14 نعملوا 14000 في واحد خاطر لهنا عندي 1 كيلوغرام. فهمتوا يا الاولاد؟ أيوة. 35 صفر 80 باش 8 تعطينا 491 420. ها بيان الفورنيتور ديفيرس 14000 في 2.600 600 بربي بك نسيت ما قلتها لكم مش خاطر تعديناها طول، راهو في الفورنيتور ديفيرس في الغياب باش تكتبوا طول 35000 في المونتون. اي هاي باهي باهي دونك 36 و400. حمزه شبيك ما عادش موجود حمزه سكت القد. باهي من بعد كوب ما خاطر ما عادش الليسته قدامي خاطر ناحيه الليسته من قدامي. من بعد 0.75 في 14000 ولا في 14 و400؟ 14 دونك شو تجينا؟ 10500 15 و200. متفقين يا الاولاد؟ 159 والباقي سي بون؟ اي الشارج فيكس باش يكون؟ 540. اسكو باش يكون نفسه؟ مش تبدل الكونتيتي يا الاولاد، باش يكون نفسه؟ باش يكون نفسه. عليه باش يكون نفسه؟ خاطر انه باغي با هذيك الكونتيتي. يقولوا ويلي هذيك نطمنوا برا يا جماعه مش على حاجه. واضح يا الاولاد؟ دونك 14000 دونك مليار 503 قد تجيك هذه؟ 75 و270 و270 اسكو سي كلير؟ توا اش قال لي توا؟ السؤال الخامس اعطيني ليكار. ليكار شنو هو؟ لو با ما قالش كالكولي ليكار، قال كالكولي ليكار جلوبال. الاولاد الارقام قدامكم الكل الاولاد اسمعوا مليح اسمعوا مليح. كان قال كالكولي ليكار، اسمعوا مليح، كان قال كالكولي ليكار سور لي ماتيير بروميير ليكار. وسكت اش باش تعمل؟ باش تاخذ الكو ريال دو لا كونتيتي ريال اللي هو 557 480 الا لو كو بريفيزيونيل دو لا كونتيتي بريفيزيونيل 500 و552. سمعتوني يا الاولاد؟ اما هو قال لي اعطيني ليكار جلوبال سور لي ماتيير بروميير ايش باش تعمل؟ الريال ما يتبدلش، اما شنو باش يتبدل؟ لي بريفيزيونيل دو كيل كونتيتي دو لا كونتيتي اللي هي 491 120. فهمتوا يا الاولاد ولا لا؟ لهنا خدمنا بالكونتيتي ريال ولهنا بالكونتيتي بريفيزيونيل وقت يقول لي ليكار ويسكت، وقت يقول لي ايكار جلوبال يلزمنا نخدموا بالكونتيتي ريال والكونتيتي ريال. اسكو سي كلير يا الاولاد؟ ردوا بالكم يعيش راهو مادام جات راهي تنجم تجي فاسيلمون برشا مرات. ها اي سيت وارجعوا الباك 2017 كان تحبوا تعاودوا ترجعوا تشوفوه موجود عندكم يدولي في البلاتفورم عاودوا شوفوا. اه يساوي قداش؟ 66 360 66 و300 خلينا نكتبها بالدبلي يساوي 66 و360. وكان خدمته هذيا باش تلقاوها قداش تلقاوها؟ ما خدمتهاش كان حسبته حسبوها ترى انا ما حسبتهاش باش نشوفوا الفرق ما بيناتهم نحسب انا ولا سي بون 52 و 328 52 و 328
300 شو سامحني؟ 28 28. اسكو نفس الكو نفس اللي كاب؟ لا شنو هي السبب زعما؟ شبيه هذه 62 ولا هنا 66؟ شنو هي السبب؟ ما الكونتيتي تبدلت. الكونتيتي وهذا اللي تسمى ليكار سيغ فوليوم، ما تقراش تقراه في الفاك ان شاء الله. الفرق هو الكم، كان 400 كعبه الزايده هذيك ولا الناقصه اللي ما صنعتهاش. سمعتوا يا لوات؟ باهي يقفر هذا هو لا تحسب لا ايكار اللي يقول لك فيها، هذا جوست فكره وكاو. اما انت هل شفت الفرق ما بيناتهم الزوز؟ وانتم قلتوا لي السبب هذا هو في الايكار بتاع الكونتيتي بين الغيال والبريفيزيونال. اللي قال السؤال السادس توا، قال اناليزي سيت ايكار اديت كيل بوغي تيتر لي كوز اي كيل سوري لي سوليوشن. اكثر التلامذه ينجموا يعملوا الاناليز دو ليكار، اما لي كوز خليوها فارغة. لولات احنا مش عندنا ايكار جلوبال 66 و360. خليني اعطيكم حكاية صغيرة. انا مشيت باش نخيط كسوة، مشيت للتيرزي قلت له يا سي تيرزي انا نحب كسوة. قال لي الله يبارك، خذ لي قياسات وقال لي يجيب لي 3 متر ونص قماش. متفقين؟ قبل ما نخرج من عند التيرزي سألته سؤال، قلت له بربي قداش يعمل ابوبريسو بالقماش؟ ما قال لي المتر الواحد لو كو اونيتير ب 100 دينار. اتفقنا يا الاولاد؟ شكون فيكم يقول لي هل انه اللي نحكي فيه هذا ريال ولا بريفيزيونيل؟ بريفيزيونيل. هو قال 3 ونص وصوب المتر. مشيت كي الناس الملاح شريت له 3 متر ونص قماش اللي حشوا بهم. اما مالوغوزمون كي مشيت للقماش باش نشري من عنده قال لي راهو المترو ب 150 دينار. يا حسره كي كان ب 100. دونك شو ولا عندي؟ هذا ما قلتوا لي انتم كو بريفيزيونيل، ولا عندي كو ريال يساوي كو اونيتير بالطبيعه يساوي 150. هل اني انا فرحان بالشيء هذا ولا مش فرحان؟ لا مانيش فرحان بالطبيعه. علاش؟ خاطر باش ندفع 50 دينار زايدين، شكون اللي متسبب فيهم ال 50 دينار الزايدين؟ الكو. الكو هكا ولا؟ بعد جمعة من زمان طلبني التيرزي قال لي يا سي حسني مرحبا بيك، في بالي شي يقول لي جهز كسوتك. قال لي راهو عندي مشكلة صغيرة. قلت له شنو هي المشكلة؟ قال لي راهو نزلني نص متر آخر قماش. مالا إذا هذه الكونتيتي بريفيزيونيل 3 ونص، الكونتيتي ريال قداش؟ مش تكون 4 متر. مالا انا ايش باش ندفع توا؟ باش ندفع 50 دينار على كل متر زايد، وباش نزيد نشري نص متر قماش زايد. كي نجي نعمل الفارق توا ما بين 3.5% اللي هما الكوب بريفيزيونيل وال 4 متر قماش في ال 150، باش نلقى ايكار ولا لا؟ شكون متسبب فيه الكار هذا؟ اكاهو صحيت. بلا يا الاولاد كل ايكار جلوبال متسبب فيه حاجتي، الكو والكونتيتي. باه لنفترض يا جماعه، لنفترض انا 3 متر ونص قماش، كي طلبني بعد جمعه قال لي اجهز قماش اجهز كسوتك، اسكو عندي ايكار في الكونتيتي؟ مالا الايكار متسبب فيه شكون؟ كان الكو. باه وتصور كان متر القماش قعد ب 100 ب 100 دينار ما تبدلش، اما قال لي يجيب لي نص متر زايد، دونك ليكار شكون متسبب فيه؟ الكونتيتي كهو. مالا ليكار جلوبال نجمو نقسموه اون ايكار سور كو وايكار سور كونتيتي. تذكروهم هذوما ولا لا؟ هذا اللي باش نعملوا له الاناليز نتاعو. وهو قال لك اعمل لي الاناليز كان على الماتيير بروميير غيز في هالبرك. ايش نقول؟ il s'agit d'un écart d'un écart global favorable. قلنا ولا favorable على الماتيير بروميير قديش؟ 66 360 favorable ولا défavorable؟ انا صارف 55 ومتوقع 49 كهو، دونك الي défavorable هكا ولا؟ دونك هذا ديفافورابل. علاش لي ديفافورابل؟ خاطر الغيال اكبر من البريفيزيونيل. دونك شنقول؟ اي ساجي دان ايكار جلوبال
ديفافورابل دو 66 و 63. شكون متسبب فيه؟ شكون متسبب فيه؟ هذا ثبت ساعنا بنا خدمه باش نخدم مادام كار جلوبال باش نخدم بالكو ريال دو لا كونتيتي ريال. دونك باش نخدم بهذي وباش نخدم بهذيا ولا باللوطانيه؟ باش نخدم باللوطانيه لازمنا نخدموا ديما على نفس الكونتيتي يا الاولاد. مالا شوش نقول قداش من متر قماش انا في بالي باش نشري؟ في بالي باش نشري 15 و 400. قداش شريت من قماش؟ 14. قد ولا مختلفين؟ مختلفين. دونك فما ايكار على الكونتيتي. وبالنسبه للكو هذا ب 36 وهذا ب 35 قد ولا مختلفين؟ لا مختلفين. مالا عندي ايكار سور كو وعندي ايكار سور كونتيتي. واضح يا الاولاد؟ ترى خلينا نشوفوهم فافورابل ولا ديفافورابل الزوز. قداش من متر قماش شريت؟ 15 و 400. وقداش في بالك باش تشري؟ 14. شريت اكثر من اللي توقعت. فرحان ولا ماكش فرحان؟ ديفافورابل. لا ديفافورابل ما تقلق، شريت 1400 متر وزايد. اي سوم المتر قداش في بالك سومه؟ 35. وقداش طلع سومه في الواقع؟ 35 متر. مالا زوز دو سون دو زيكار ديفافورابل. معايا الاولاد؟ اي باه اي او كيفاش شنو نقول؟ Il est dû, voilà, il se compose à l'écart, il est dû, il est dû à deux points premier tiré. Bon, on va parler de l'écart défavorable. Écart défavorable sur coût. On va faire un peu de temps. Écart défavorable sur coût. Mais c'est favorable. ايه واضح. هذا نشوفوا مع بعض. خطا الكونتيتي ريال هي يعني الكو اونيتير 35 فاصل 35 فاصل 80 والبريفيزيون 36. باه اقف لي يا مان. باه ميساج ميساج خليه يثبت وحده. عاود لي عاود لي في التابلو نتاع كونتيتي ريال الثاني. وين كونتيتي ريال؟ الانكس تروا راهو كونتيتي بري تابلي مكتوب. انا نقرا من فوق صحيح. هذا بريفيزيونيل اما لا كونتيتي ريال وهذا غير كونتيتي برك ريال. لا كونتيتي صحيح. نخدموا ديما على نفس الكونتيتي في ليكار جلوبال. هذاك اش قلنا؟ فهمت؟ باه اي ذكروني كيفاش تحسبوهم ليكار سور كو ليكار سور كونتيتي الاولاد؟ الكونتيتي هي الكونتيتي ريال موال كونتيتي بريفيزيونيل والكور انيتير بريفيزيونيل. باه اي هو الكور انيتير والكور انيتير بريفيزيونيل والكونتيتي. باه و تنجم تقول لي علاش ولا لا اعلم؟ لا في الكور فسرتهم لك انا راني. اي هي على فكره هذه هي القاعده اللي نخدموا بها احنا. شنو هي قالت؟ باش نعاود لكم هي اش قالت. قالت بالنسبه لك هي بدات بالكونتيتي الحقيقه. قالت لكم بالنسبه للكونتيتي باش ناخذ الكونتيتي ريال موا لا كونتيتي بريفيزيونيل. مش قلنا عندي نص متر قماش زايد هكا ولا؟ يا مانا نص متر قماش نحب نرجعوا فلوس دونك يلزمني نضرب في سوم المتر والقماش هكا ولا؟ قلت لكم نضربوا في الكو اونيتير بريتابلي. باه وبالنسبه لكار سور كو قلت لكم ناخذ الكو اونيتير ريال الا الكو اونيتير بريفيزيونيل. كي نعمل انا مش ثم 50 دينار ديفيرنسا يا اخي. انا شريت متر واحد قماش ما شريتش متر، شريت 400 قماش هكا ولا؟ دونك قلت لك باش نضربوا في الكونتيتي ريال. انا علاش سالتها قلت لها فهمتها ولا لا؟ خاطر عندي مشكله هذه ريال وهذه بريفيزيونيل. تو متفاهمين ليكار ديما ريال الا بريفيزيونيل. ليكار سور كو هو لو كو ريال الا كو بريفيزيونيل. وليكار سور كونتيتي كونتيتي ريال الا كو بريفيزيونيل الا كونتيتي بريفيزيونيل. مشكلتي شبيني مره نضرب في الكونتيتي ريال ومره نضرب في الكو بري تابلي. علاش مش الزوز في الريال؟ علاش مش الزوز في البري تابلي؟ علاش مش هذه بري تابلي وهذه ريال؟ هنا مشكلتي يعني. هو باش نكون واضح معاكم اغلب الاساتذه يعطيوا الفورمولا كي ويتعدى
وحتى اللي نعطيه لك انت ولا نوريه لك انا توا وريته لكم في الكور على فكره، راني نحب نعطيه خاطر بطبيعتي ما نحبش نعطي قاعده خذها باراشوتي هكاك، هذيك طبيعتي معناها اللي ما عينوش يحب يحفظ القاعده هذه يحفظها ديريكتومون. شوفوا الاولاد ليكار، مش تتذكروا من بكري قلنا راهو عندنا هذا الكو مثلا وهذه الكونتيتي، ما هذوما الاسباب الزوز نتاع ليكار هكا ولا؟ عندي لو كو بريتابلي وعندي لو كو غيال، وعندي لا كونتيتي بريتابلي وعندي لا كونتيتي غيال. ليزيكار الاولاد هو هذا الكل. ليكار هو هذا الكل يا الاولاد. هذا الكل هو الفارق ما بين الغيال والبريفيزيونيل. سمعتوني؟ اشكون تسبب فيه ليكار هذاك؟ متسبب فيه حاجتي. كان باش نقسم هكا باش نحكي على شيرة الكونتيتي، وكان باش نقسم هكا هذه شيرة الكو، وفما بلاصة الثالثة هذه كان باش تخزر لها من هنا تابع الكونتيتي، وكان باش تخزر لها من هنا تابع الكو. هذه نسميها ميكست. معايا الأولاد؟ دونك فما زون أ زون بي وزون سي. احنا مش قسمناه كان للكو والكونتيتي، معناه قسمناها لدو زون كهوا. دونك باش نسهلوا على التلميذ قلنا اللي كار ميكس هذايا باش ندمجوه في واحد من الاثنين، يا اما باش نحسبوه تابع الكونتيتي يا اما باش نحسبوه تابع الكو. احنا اتفقنا ان باش نحسبوه تابع الكو. دونك ولا عندنا هذه الزون الاولانيه كاين باش نحسبوا لها المساحه نتاعها، والصفره هي الزون الثانيه باش نحسبوا لها المساحه نتاعها. كيف تحسب المساحه نتاع الزون الخضراء؟ كيفاش نحسب؟ مش هو ضلع في ضلع ولا طول في عرض كانت تحب انت؟ تقول الضلع هذا كيفاش نلقاوه؟ مش هو كوغيال الا تريف هذا اللي انت ما حاشكش بيها؟ هايكا كو يونيتي غيال الا كو يونيتي بريفيزيونيل. اي في الضلع هذا، الضلع هذا وين يوصل؟ مش يوصل البارتي هذه نتاع الكونتيتي. دونك هاكا الكونتيتي غيال. اي هو البارتي صفر هذايا، مش هو الضلع هذا في الضلع هذا؟ الضلع هذا كيفاش نحسب؟ مش هو هذا الكل الا الطريف هذايا؟ دونك كونتيتي غيال كونتيتي بريفي. اي وين يوصل؟ مش يوصل لهنا ولهنا تابع شكوني؟ للكو بريفيزيونيل. هذاك علاش الله لا يقدر، الله لا يقدر كان غدوه انت في بالك انه واحده غيال واحده بريفيزيونيل، اما غلطت بدلت هذه بريفيزيونيل وهذه غيال بدلتها. راهو علميا ماكش غلط على خاطر مجموعهم الزوز باش يكون لك 66 360. انت حطيت الميكس مع الكونتيتي في عوض حطيته مع الكو. انا نحسبها لك صحيحه. البروفيت الكل يحسبه صحيحه. هذا السؤال في الباك نورمالمون نحسبها صحيحه خاطر علميا ماهيش غلط، يعني نفس النتيجه تجي هيك باش تحسبها. تجربوا نحسبوها بالاولى والثانيه تحسبهم زوج ارقام 66 360. اما باش تكون واضحه معاك ثم الاستاذ يقول لك يا خويا انا علاش التلميذ يزيد في العلم؟ انا علمته هذه دونك يخدم بهذا. اتفقنا؟ هذا الكل خليه بيناتنا هذا. لا قلت لكم لا قلته لي. دونك باش نحسبوا حسبتنا العاديه. ايش نقولوا الاولاد؟ قداش يجينا الكو غيال؟ 14000. دونك ليه ليه اعطيني اش نحسبوها؟ 15400 الا 14000 معايا؟ فوا فوا قداش الكونتيتي غيال؟ لا سامحوني انا غلط، غلطت قلبت فايقوني يا جماعه غلطت راني قلبت. عاود البو غيال قداش؟ هاي عاد 36 و 200 الا الا 35 و 80 صفر 80 صحيت و 14 هكا كونتيتي غيال. كونتيتي 14000 مش 14. هي الكونتيتي غيال قداش؟ 14000 15400. هاي مش هذه الغيال الاولاد؟ هاي ايش بيكم؟ هذيك هاي وين تاو السيلو؟ ترى في وين يكتب هذا؟ طيب ولا هاني الرفيته.
15 و 400 باش يعطينا تو كالكول في 17 و200 و4 و48. معايا الاولاد؟ اه هاي شكون فيكم يقول لي الاخرى قداش باش تطلع من غير ما يطبق القاعده؟ مش 66 و360 ال مقسومه بين 17 صحيت، مش هذه يعطينا منها 17 248؟ دونك الاخرى اش قعد لها؟ 66 360 الا 17، يلزمنا نلقاو 49 و248. راهي تحسبوها ونجربوا ترى. 49 و112، 49 و112، 49 و112. هاي قديش كونتيتي غير 15 و400 الا 14000 في 35 0.80، تجي ولا ما تجيش؟ جي ابيض. هاي زعما شنو هو السبب في هالايكار هذايا؟ شنو هو السبب زعما في الايكار هذايا؟ علاش فما ايكار؟ الايكار ساعه موجود عندي على الكو وعلى الكونتيتي. شنو هو السبب في الايكار سير كونتيتي مثلا؟ شنو هو اللي يخليك في عوض تصرف ولا تستعمل 14000 كيلو تستعمل 15 و400؟ شنو هو السبب مثلا زعما؟ اللي ماشيين اش بيهم اللي ماشيين؟ ولا مثلا الأردن لا لا الأردن استني يا معلم رباعي بس ملك، دقيقة دقيقة ملك ملك. خلينا نديفلوبيو كل فكرة، نبداو بالأخذ خفاي ولا باللي ماشيين؟ ما فهمتش شكون تحبوا نبداو. ماشي وانا هي قلتها باه ايش بيهم الماشيين؟ مثلا اه مش كل ماشين عندها وقت ولا كونتيتي محدد عندي مثلا 10 تلامذة تجينا نطبع لهم اوراق، نضرب لهم 10 ورقات يكفي، تسمعوا فيا؟ نلقى روحي استهلكت 12 ولا 13 ورقة، خاطر ثم ورقة طلعت مغدرة، ثم ورقة تشدت لي، دونك تجي تكون الماكينة ديفيكتيوز، الماكينة فيها مشكلة ماهيش ريجلي بالكدا ايه هكا ولا باه. والا كي نجيو طيبوا البريك في رمضان، احنا 4 من الناس نورمالمون 4 كعبات ملسوقة تكفينا، نلقى روحي نص طوزين استعملته مش نطيب 4 بريكات، عليه زعم يتحرقوا مثلا، والا تطلع الملسوقه حمو منقوبه ولا تتشقق ولا تتقطع بسهوله، دونك تنجم تكون الماتيير بروميير ماهيش باهيه، واضح باه. وبالنسبه للكو علاش اغلى زعم الكو؟ الكاليتي كاليتي ايش معناه؟ مش مدخل كاليتي في الكو، قول انت شريت كاليتي مخيرة في العاده، انت كي باش تشري كاليتي باش تشري الكاليتي اللي طالبها البيروات نتاعك اللي سيرفيس تكنيك ولا الكل، معناها عاده ما كيفاش تشري كاليتي احسن نفس البرودوي، كل برودوي عنده الكاليتي نتاعو عاده، مثلا مش باش نبيع لك انا كهرباء ب 300 مليون نشري لها نفس الماتير نتاع كهرباء نتاع 20 مليون، دونك انت عارف مادام سومها اقل دونك الكاليتي نتاع البرودوي اقل، اما شنو هو اللي يخلي نفس الكاليتي سومه يزيد ولا ينقص؟ ما مثلا هيك التغيرات متاع ايكونوميك هذه اكثر من اللي تكون جيستيون، التغيرات مثلا متاع العالم فن يطلعوا الاسوام ولا يهبطوا انت والاحداث المصايره كيف كتنجم تكون اوكي نجم يكون انت في ايكونومي انفلاسيونيست مثلا، كيف ما هاي خموا في ميكرو ايكونومي تاو، ما تنجمش تكون الشوط فونيسور بتاعك ما كانش باهي، نزل هاي ما ينجمش الفونيسور مستانس يشري من عنده كميات كبيره، المره هذه يشري كميات اقل ما عملكش ريدكسيون كالعاده، دونك هذوما الاسباب اللي لازمك تقولهم. وكي يبدا العكس الاولاد، كي يبدا عندك ايكار فافورابل، اسكو باش تحكي على المشاكل؟ كي يبدا ايكار فافورابل باش تحكي على المشاكل ولا نحكي على الحاجات الباهيه؟ ها؟ حاجات باهية بالضبط، مش نولي اللي قلت وانا خايبه ولا خدامه ما همش كومبيتون والماكينات فيهم مع عيوب تاع ريغلاج ولا غيره، نولي راهو الماكينات مقلودين بالكدا، الخدامه كاليفيه، الماتيير بروميير جات باهيه، دونك اذا عندك ديفافورابل باش تحكي على العيوب واذا عندك فافورابل باش تحكي على الميزات. اتفقنا يا الاولاد؟ وي